صباح الخير. نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين في كل مكان اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا بسنت. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على جميع المشاهدين. في اهتمام دولي كبير قوي سواء من وكالات الأنباء أو المؤسسات الخاصة بالنقل والسكك الحديدية. الاتفاق ده اللي وقعته مصر مع شركة سيمنز لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع. طيب ليه الاهتمام ده؟ الاهتمام ده نابع من ان الاتفاق ده هو الاضخم او اكبر مشروع هتعمله سيمنز في تاريخها من اول انشائها من 175 سنه. شركه سيمنز شركه عالميه كبيره، شركه مهمه كلنا سمعنا عنها. فلما يكون الاهتمام ده جاي من كل وكالات الانباء الدوليه اعرف ان المشروع ده مهم وكبير. ثانيا بقى، المشروع هيوفر فرص عمل لاكثر من 500,000 مهندس وفني وعامل خلال فتره انشاء منظومة القطار الكهربائي السريع يا شيخ. بكل تأكيد هو مشروع ضخم وهيشتغل على 3 خطوط، طول هذه الخطوط حوالي 2000 كيلومتر، عشان كده هيكون سادس أكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم كله. بنتكلم عن مشروع كبير ومشروع ضخم. الخط الأول هيربط ما بين العين السخنة على البحر الأحمر، اسكندرية، عالمين، مطروح على البحر المتوسط، وده بطول 660 كيلو متر. ده غير طبعا ان في خط تاني. بس انت الخط التاني بقى يا شاذلي يعني طوله هيكون حوالي 1100 كيلو متر، هيربط ما بين القاهرة وابو سمبل مرورا بالأقصر وأسوان. ده بالتالي هيكون هيعمل نقلة كبيرة جدا في حركة التنقل عند المواطنين في وجه إبلي. كمان هيساعد في ربط العاصمة بكل المدن الصناعية الجديدة اللي اتعملت في الصعيد، هيسهل بشكل كبير قوي عملية نقل البضائع. والخط الثالث بقى طوله تقريبا حوالي 225 كيلومتر، وده هيمتد من قنا وبعد كده الغردقة لحد ما يوصل لسفاجة. طيب نتكلم بقى عن الخطة الزمنية لهذا المشروع. المفروض ان هو تنتهي في 2025، يعني بعد 3 سنين من دلوقتي. المواطن المصري هيقدر انه يحصل على خدمة التنقل بالقطارات بنفس الجودة اللي موجودة في دول كتيرة في العالم، في ألمانيا، في أسبانيا، وده من خلال وسيلة نقل سريعة للغاية 230 كيلو متر في الساعة، وكمان آمنة ومريحة. ده غير انه طبعا كمان صديقة للبيئة. نقدر نقول ان في نقلة كبيرة جدا بيشهدها قطاع النقل في مصر. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، اهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. نصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا في الاستوديو منا عشان نعرف منها آخر أخبار المرور والطقس والعملات وأسعار الذهب. صباح الخير يا منا. صباح الخير يا فسان. صباح الخير يا شاذلي. طمنينا يا منا، الجو إيه النهاردة؟ الجو حر شوية، معلش بس الصيف بقى خلاص، كل سنة وانتم طيبين، فاحنا متوقعين ان احنا الموجة دي تستمر معانا. كل سنة طيب. خلينا بقى نقول لكل الناس كمان اللي لسه ما نزلوش اخبار المرور في كل مكان ايه. يلا بينا. صباح الخير على كل مشاهدينا، خلينا نستعرض مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبتدي زي ما احنا متعودين جولتنا من محافظة القاهرة. شارع رمسيس بيشهد كثافات بسيطة غير مؤثرة بامتداد الشارع، وتحديدا من منطقة مسجد الفتح ولغاية محطة غمرة بتظهر سيولة مرورية. من غمرة لمدينة نصر هنلاقي بعض الشوارع فيها كثافات مرورية، أما بقى الكورنيش اللي جاي من المظلات هنلاقي فيه سيولة مرورية نسبية لغاية منطقة وسط البلد. اللي هيكمل معانا مع الكورنيش ولغاية المعادي وحلوان هيلاقي كثافة مرورية بسيطة، لكن بعدها على الأوتوستراد هيلاقي سيولة مرورية كمان نسبية بتزيد بعد شوية للي جاي من مناطق حلوان والمعادي والمقطم، وكمان هنلاقي طبعا بعض الكثافات البسيطة المتوقعة في الوقت ده.
لو بصينا بقى على مطلع المقطم للمتجه لمحور صلاح سالم هنلاقيه مغلق لمدة 3 شهور بمعرفة الإدارة العامة للمرور، وده تزامنا مع تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير للطريق الصاعد لمناطق المقطم، بداية من محور صلاح سالم والأوتوستراد وصولا لميدان الفاروق ذهابا وإيابا، وده لمدة تنتهي منتصف أغسطس اللي جاي. لو بصينا على كوبري أكتوبر هنلاقي طبعا كثافات مرورية للسيارات للي جاي من قدام الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، واللي مكمل في الكثافات هيلاقي بعض الكثافات قبل نزلة غمرة. لو خدنا بالنا طبعا ان لسه في غلق كلي لشارع يوسف عباس والوصلة من شارع عبد العزيز الشناوي ولغاية شارع علي أمين في الاتجاهين، وده لغاية نهاية الشهر اللي احنا موجودين فيه، وتم إجراء بعض التحويلات المرورية زي ما احنا عارفين. الطريق الدائري هنلاقي فيه غلق جزئي بسبب أعمال توسعة للطريق اللي جاي من المرج اتجاه السلام بالوصلة من منزل الطريق الدائري اتجاه شارع السادات ولغاية مطلع الطريق الدائري من طريق جالاكسو، وده لمدة شهر طبعا من الإدارة العامة بتقول لأنها عينت خدمات مرورية لازمة ونسقت مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات اللي بتدل على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين. تعالوا نستكمل مع بعض جولتنا في شوارع الجيزة. احنا شايفين الخريطة مكسوة كلها باللون الأحمر، وده وجود أو دليل على وجود كثافات مرورية ملحوظة جدا. هنفضل بقى مكملين مع بعض ونتابع ايه اللي بيحصل هناك. هنلاقي ان احنا عندنا زي ما احنا شايفين مع بعض ميدان الجيزة، وهنلاقي هناك ابتدت الكثافات تقل بشكل كبير جدا لغاية ما نلاحظ وجود سيولة مرورية. هنلاقي كمان في تحويلات مرورية لمدة 3 أسابيع لتنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبري سيارات مستحدث في شارع السودان بالجيزة عشان تربط بين محور الفريق كمال عامر محور الزمر سابقا بمحور صفت اللبن، وطبعا شارع السودان بيستلزم غلق كلي لشارع السودان بالاتجاه اللي جاي من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان اتجاه اسفل كوبري ثروت. هنشوف كثافات كبيرة بتظهر على محور صفت اللبن المتجه للدائري وصولا لكوبري ثروت ولغاية شارع احمد زويل، وهناك هنلاقي طبعا بعض الكثافات. لو بصينا على محور 26 يوليو هنلاقي كثافات مرورية للي جاي من أكتوبر ولغاية ميدان لبنان، وفي الاتجاه الثاني بنلاقي سيولة مرورية للي جاي من كوبري 15 مايو. نروح بقى محافظة الإسكندرية، احنا شايفين برضو كثافات موجودة عند شارع خالد ابن الوليد في منطقة ميامي، وكمان سيولة مرورية نسبية في المناطق المحيطة بكوبري ستانلي، وكمان هنلاقي كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش. لو بصينا على الشوارع الجانبية هنلاقي فيها سيولة مرورية نسبية فيها اللون الأخضر موجود في الخريطة. تعالوا مع بعض نكمل ونروح مدينة أسوان ونتابع هناك الحالة المرورية. هنبتدي من شارع السادات لغاية ما نوصل لمنطقة المسلة، احنا شايفين سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ بعض الكثافات المرورية أول ما بنوصل عند محطة القطار، طبعا الطريق حواليها بيشهد كثافات مرورية، وهنلاقي بعض الكثافات المرورية عند شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي، هنلاقي فيه بعض الكثافات المرورية، لكن إجمالا مش هنلاقي أي مشاكل في المنطقة دي. تعالوا بقى مشاهدينا مع بعض نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية اللي اتسجلت معنا. الدولار الأمريكي بيسجل 18 جنيه 54 قرش للشراء، 18 جنيه 62 قرش للبيع. اليورو 19 جنيه 85 قرش للشراء، 19 جنيه 94 قرش للبيع. جنيه استرليني بيسجل 23 جنيه 31 قرش للشراء، 23 جنيه 22 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 19 جنيه و30 قرش للشراء، 19 جنيه 38 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 78 قرش للشراء، 2 جنيه 79 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 4 جنيه 94 قرش للشراء، 4 جنيه 96 قرش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 60 جنيه 55 قرش للشراء، 60 جنيه 85 قرش للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه و4 قروش للشراء و5 جنيه و7 قروش للبيع.
ودلوقتي نشوف مع بعض متوسط أسعار الذهب للجرام. عيار 18 الجرام بيسجل 875 جنيه، عيار 21 بيسجل 1010 جنيه للجرام، عيار 24 بيسجل 1154 جنيه للجرام، والجنيه الذهب بيسجل 8000 جنيه و80 جنيه. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس. النهاردة هيكون في انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، والطقس برضو هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد. والنهاردة هيكون في نشاط للرياح على كافة الأنحاء. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41 درجة، والأقل هتكون في مطروح 27 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد قليل. أهلا بحضراتكم. القوات البحرية شاركت في تدريب البحري المشترك الموج الأحمر 5 واللي بتجرى فعالياته بالمياه الإقليمية في السعودية بالبحر الأحمر، وهيستمر لعدة أيام. بيشارك فيه تدريبات القوات البحرية لكل من مصر والسعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن. وهذه التدريبات بتأتي في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة. إدارة الموسيقات العسكرية شاركت في فعاليات افتتاح وختام مهرجان الطبول والفنون التراثية الدولي في دورته 9، وقدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض الفنية والمعزوفات المتميزة واللي بتمتزج من خلال ثقافات الشعوب من مختلف دول العالم، وكمان قدمت عدد من المقتطفات الإبداعية اللي بتمثل تراثنا الثقافي والفني الراقي. عندنا مجموعة كبيرة جدا من الأحداث اللي حصلت امبارح هنتابعها مع حضراتكم، واللي منها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المحافظين في العاصمة الإدارية، وكمان اجتماع الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، واللي تم التأكيد من خلاله على التعاون بين مختلف الجهات لحل أي مشكلة تواجه المستثمرين. وأخبار تانية هنعرفها في هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاستعراض مقترح خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة بتعمل خلال الفترة الحالية على إعلان خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وده ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ في شهر نوفمبر اللي جاي. كمان امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس المحافظين بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم خلاله متابعة ملف توريد القمح والتأكيد على تذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين. امبارح كمان وجه رئيس الوزراء محافظ مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمية عن 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي علشان امتنعوا عن سداد الفواتير. امبارح ترأست المهندسة رندا المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الثاني للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، وأكدت إن في تنسيق مستمر مع مختلف الجهات الحكومية للتعامل الفوري مع المعوقات والمشكلات اللي ممكن تواجه المستثمرين والعمل على سرعة إزالتها وحلها. بالنسبة لجولة المحافظات معانا مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، ومنها انطلاق فعاليات برنامج الرياضة من أجل التنمية في شمال سيناء، وافتتاح محطة رفع صرف صحي الضواحي بتكلفة بتوصل ل 150 مليون جنيه، وأخبار تانية من الغربية وأسيوط وكمان المنيا. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من شمال سيناء اللي شهدت انطلاق فعاليات برنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار لياقتي مهاراتي. البرنامج بيتضمن التدريب على 4 مراحل مجتمعية هي اكتشاف الذات واكتشاف الآخرين والقدرات والأخلاق والمهارات الحياتية وإحداث التغيير. امبارح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عمل اجتماع موسع لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لملف توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة ليها بنطاق مراكز المحافظة.
وقال إنه تم إصدار قرارات من رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع 70 كنيسة ومبنى خدمي على مستوى المحافظة. في بورسعيد تم افتتاح محطة رفع صرف صحي الضواحي اللي هتسهم في القضاء على مشكلات استمرت لسنين طويلة، خاصة إنه المحطة الجديدة بتعمل بطاقة إنتاجية 40 ألف متر مكعب في اليوم، وبتخدم 220 ألف نسمة في 11 منطقة سكنية، وبتكلفة 150 مليون جنيه. في الغربية أطلقت جامعة طنطا قافلة طبية لمركز باسيون لفحص وعلاج المرضى وصرف الدواء بالمجان بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء. القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان ل 1395 مواطن. امبارح شهدت جامعة أسيوط انطلاق المؤتمر الوطني الأول للنشء بعنوان بناء جيل، واللي بيستهدف التركيز على التشجيع والاهتمام بالشباب وتحفيزهم على إطلاق طاقتهم الإبداعية علشان يكونوا شركاء في بناء ونهضة مجتمعهم. بعد ما شفنا وتابعنا الأحداث اللي حصلت امبارح، دلوقتي هنشوف إيه الأحداث اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، واللي من أهمها بدء صرف معاشات شهر يونيو، كمان التموين هتبدأ صرف السلع التموينية للشهر الجديد، ده غير أنه النهاردة في مباراة مهمة جدا بين إيطاليا والأرجنتين على لقب كأس الأبطال. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هتبدأ صرف معاشات يونيو من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وصدرت توجيهات لجميع مديري وموظفي الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من الأوراق النقدية. النهاردة هتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يونيو. الوزارة قالت إنه بيتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولاً بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق الأخرى. النهاردة هيبدأ ولمدة شهر التقديم الإلكتروني لطلاب سنة أولى ابتدائي ورياض الأطفال بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات والخاصة والقومية. لعشاء الكرة العالمية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية هتجمع ما بين منتخبي الأرجنتين وإيطاليا على لقب كأس الأبطال الساعة 9:15 على ملعب ويمبلي في المسابقة اللي بتجمع بطلي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ونظيره بطل كوبا أمريكا 2021. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل، خليكم معنا. أهلا بكل مشاهدينا من جديد، خلينا نستعرض مع بعض أخبار أحوال الطقس مع بعض. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة يكون في انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، والطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، وهيكون مائل الحرارة على السواحل الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد ولغاية القاهرة الكبرى ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، والنهاردة كمان هيكون في نشاط رياح على كافة الأنحاء. خلينا دلوقتي نتعرف على حالة الطقس بالتفصيل مع الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك وتمنى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. دكتورة منار، النهاردة الجو ألطف بكتير من امبارح. بالفعل هي موجة ارتفاع درجات الحرارة الحمد لله هتنكسر اليوم بانخفاض في درجات الحرارة بحوالي 3-4 درجات على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد. هنبدأ كمان نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض مع كتل هوائية شمالية غربية من على البحر المتوسط. العوامل دي كلها تجعل الأجواء خلال فترة النهار فيها طبعا انتصار لموجة ارتفاع درجات الحرارة. أجواء حارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، أجواء مائلة للحرارة على سواحلنا الشمالية. هتظل الأجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار على محافظات جنوب الصعيد الأقصر وأسوان. أما خلال فترات الليل فطبعا درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير ومع غياب أشعة الشمس، والأجواء هتبقى لطيفة جدا على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والشمال الصعيد، معتدلة على جنوب البلاد خلال فترات الليل طبعا.
بالإضافة كمان إن إحنا اليوم هنلاحظ نشاط للرياح على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد. سرعات رياح اليوم هتكون ما بين ال 30 وال 45 كيلومتر على الساعة، وده هيساعدنا على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية المعتدلة خلال فترات اليوم، ويمكن كمان هيكمل معانا لفترات المساء. الاستقرار في الاحوال الجويه وانخفاض درجات الحراره ان شاء الله متوقع ان هو يكمل معانا لنهايه هذا الاسبوع، واعتبارا من يوم السبت هتبدا تدريجيا درجات الحراره ترتفع. هنستمتع بالاجواء دي خلال فتره الاجازه ان شاء الله، بالاضافه كمان ان شاء الله متوقع وجود شبوره مائيه خفيفه على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. هي شبوره مائيه خفيفه جدا ما بتاثرش على حركه المرور، لكن طبعا بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه وتتلاشى فوره شطوع اشعه الشمس لانها شبوره مائيه خفيفه. النصيحه المهمه والاساسيه في الفتره دي ان احنا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره من الساعه 12 للساعه 3 العصر. الفترة دي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم، فمهم جدا إن احنا نبتعد عن أشعة الشمس، لأن تبقى طبعا بعض الأشعة الضارة ممكن تصيبنا بضربات الشمس. لو أنا موجود في الشارع يبقى دايما معايا غطاء للرأس الشمسية أو كاب. كمان احنا لسه فصل الربيع، فمهم جدا متابعة النشرات الجوية لأن الربيع دايما معروف بتقلباته الجوية الحادة والسريعة. التراب أخباره إيه يا دكتورة منار؟ لا الحمد لله ان شاء الله مش هيبقى في اي اتربه ورمال مطره على الاقل لنهايه فتره التنبؤ او على الاقل لنهايه هذا الاسبوع، فقط نشاط الرياح هيساعدنا على الاحساس بالاجواء الربيعيه. كتير من السنوات الدراسيه دكتوره منار انتهت من امتحاناتها وابتدا بالنسبه لهم موسم الاجازه الصيفيه، نقول للمصطفين ايه حاله البحر هتبقى عامله ازاي، وهل مناسب للملاحه البحريه ومناسب كمان لخروج الناس للشواطئ والاستمتاع بقى باجازه الصيف؟ هو طبعا بالنسبه للبحر المتوسط ارتفاع الامواج فيه معتدل تماما، يعني لا يتجاوز 2 متر ومؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، بالاضافه كمان ان اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط في انخفاض في درجات الحراره خلال فترات النهار وفترات الليل ايضا. احنا بس نخلي بالنا من فتره تواجدنا على البحر فتره الظهيره من الساعه 12 للساعه 3. اما عن البحر الاحمر، في البحر الاحمر معتدل لمضطرب، ارتفاع الامواج هيوصل ل 3 متر وغير مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. شكرا ليكي دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. مشاهدينا خلينا دلوقتي نتعرف على درجات الحراره المتوقعه النهارده. نبتدي بالقاهرة العظمى فيها 34 والصغرى 21، الإسكندرية 29 21، مطروح 27 20، سيوة 35 19، بورسعيد 30 20، دمياط 29 21، الإسماعيلية 35 19، والسويس 35 20. العريش العظمى 30 والصغرى 19، طابة 36 22، كاترين 31 13، وشرم الشيخ 37 27، الغردقة 36 26، الفيوم 35 23، بني سويف 35 22، والمنيا 35 22. أسيوط العظمى فيها 36 والصغرى 23، سوهاج 37 24، قنا 38 25، الأقصر 41 درجة 25، أسوان أيضا بتسجل 41 26، الوادي الجديد 40 26، شلاتين 36 26، أما حلايب العظمى فيها 32 والصغرى 28. النهاردة في انكسار في موجة الحر، ولكن مازال الطقس حار، فخلينا برضو ناخد بالنا من التعرض المباشر لأشعة الشمس. خلينا نرجع على طول لشاذلي والباسنت نستكمل باقي فقراتنا. تفضل. شكرا ليكي منى. شكرا يا منى. في تطور كبير بيحصل كل يوم في عالم الروبوتات، تقريبا روبوت اصبح موجود في كل المجالات حتى في الطب والعمليات الجراحيه، وفي التقرير اللي جاي هنشوف ايه ثلاث نماذج من الروبوتات اللي بيقدروا يعملوا وظائف مختلفه واستثنائيه بتفوق في بعض الاحيان مهاره البشر. يظهر كده إن العلماء والباحثين والمبتكرين من كل دول العالم أصبح شغلهم الشاغل دلوقتي هو التفرغ لصناعة روبوتات بمواصفات مختلفة وغريبة. آخر الاكتشافات الجديدة في سوق الصناعة دي تم الكشف عن ثلاث روبوتات بيقوموا بوظائف مختلفة وجديدة واستثنائية.
فأمريكا مثلاً، في مجموعة من العلماء في جامعة نورث ويسترن بولاية إلينوي ابتكروا أصغر روبوت في العالم بينجز مهمات دقيقة جداً في العديد من المجالات. الروبوت ده عرضه 0.5 ملليمتر وبيتم التحكم فيه عن بعد، ده غير إن عنده قدرة كبيرة على الانكماش والقفز من مسافات عالية جداً. الباحثين لسه شغالين على تطوير المشروع وبيتوقعوا إمكانية استخدامه في المستقبل من خلال العمليات ذات التدخل الجراحي المحدود ومعالجة الخلايا والأنسجة وإصلاح الآلات الصغيرة. من ناحية تانية، في مجموعة من العلماء اللي شغالين في شركة من الشركات الإلكترونية اخترعوا روبوت بيحاكي الأشخاص المتوفين. وظيفة الروبوت ده إنه ممكن يتكلم مع أهل المتوفي بنفس طريقته في الكلام، وده طبعاً بعد برمجته علشان يكون نسخة طبق الأصل من المتوفي. العلماء دول استخدموا في مشروعهم الصور والبيانات الصوتية ومنشورات الوسائط الاجتماعية والرسائل الإلكترونية وكمان المعلومات الشخصية للموضوع علشان يعملوا تمثيل واقعي يقدر من خلاله الروبوت إنه يتقمص جوهر الشخصية بحذافيرها. حتى العلماء اللي شغالين على الابتكار مؤمنين جداً بأن الروبوت ده هيجاوب على أسئلة أفراد الأسرة بنفس الكيفية اللي كان المتوفي بيجاوب عنها. كمان في روبوت تاني بيتم تصنيعه في الوقت الحالي هو الروبوت رباعي الأرجل. روبوت حقق إنجاز بطولي وقدر يقطع مسافة 120 متر صعوداً في جبال الألب في مدة 31 دقيقة بدون ما يقع أو تحصل له أي حاجة خالص. التقدم التكنولوجي في صناعة الروبوت ده بالذات ممكن يكون نقطة انطلاق لتطوير روبوتات جديدة وأنواع تانية من التقنيات الروبوتية اللي هيتم الاستعانة بيها علشان تنفذ مهمات معينة في التضاريس والمرتفعات اللي بتعتبر شديدة الخطورة بالنسبة للبشر. التقدم العلمي والتكنولوجيا عامة حاجة من أحلى الحاجات اللي حصلت للإنسانية في الفترة اللي فاتت، لأنه زي ما شفنا الروبوت الأخير اللي بأربع رجلين ده ليه فوائد كتيرة جدا. ممكن في ناس بتحب تتسلق الجبال وبيحصل لهم حوادث، ممكن يقدم ليهم المساعدات لو ما حدش عارف يوصل لهم وغيره من المساعدات اللي ممكن يقدمها. لكن في وجهة نظري المتواضعة إنه مستحيل الروبوت تقدر تحل محل الإنسان. يعني شفنا طبعا كمان النموذج بتاع الروبوت اللي بياخد مكان حد توفى وبيقعد مع أهل المتوفي ده، أنا بالنسبة لي حتى لو هيقوم بمهام الإنسان هو مش هيقدر يحل محله، لأن حتى لو الإنسان بيقع في الغلط الروبوتس كمان بتحصل لها جليتشز، يعني هم كمان ممكن يبوظوا يعملوا حاجات مش يعني أنا مش حاسة أن هم في يوم من الأيام حتى لو وصل بينا العلم لأنه هيقدر يحل محل الإنسان. مستحيل طبعا، هو الإنسان هو اللي بيطوع كل الأدوات المتاحة بالنسبة له وهو اللي بيستخدم كل الإمكانيات المتوفرة لصناعة هذه الروبوتات، هو كمان اللي بيغذيها بالمعلومات، هو اللي بيحركها، هو اللي بيعمل كل حاجة، هو اللي بيديها الأوامر. فبالتالي مستحيل أن الروبوتات تتفوق على الإنسان في يوم من الأيام. لكن الجميل في الموضوع أن احنا بنستغل كل الأدوات المتاحة من أجل راحة البشر. يعني احنا شفنا مثلا ان هو ممكن يصل، هذه الروبوتات تصل لاماكن فيها خطوره زي ما كانت بسنت بتقول، شفنا روبوتات بتفك الغام في بعض الاوقات، شفنا روبوتات بتعمل عمليات جراحيه وبتعمل عمليات دقيقه وقد تتفوق. لكن في النهايه نقدر نقول ان الانسان هو برضو المسيطر على كل هذه الامور. لكن الجميل في الموضوع ان في توجه عام لكل الدول لاستخدام التكنولوجيا في كل القطاعات، وزي ما انت قلت ليهم فوائد كتيرة جدا. حتى في الكورونا كمان كان في روبوتس اللي بتقدم الأكل، فده كان حاجات صحية فعلا. أنا شايفة إنه التقدم العلمي عامة حاجة بتفيد الإنسانية، لكن في ناس، لأن كان في جدال ساعات بيحصل يا شاذلي انه هياخدوا بقى مكان الانسان، يعني حتى كانوا بيحاولوا يخلوا مذيعين روبوتس في بعض الاحيان. لكن انا بشوف انه زي ما انت قلت الطريقه اللي حتى بيقدم بيها الانسان شغله في اي حاجه اي مجال ايا كان، ما ينفعش الروبوت اكيد او انسان آلي يحل محله بكل تاكيد. طيب هنروح لموضوع تاني، ودايما الست مصريه هي ست جدعه. يعني دلوقتي احنا معانا نموذج لست مصريه اصيله قررت ان هي تشتغل عجلاتي عشان تقدر تربي ولادها وكمان تقدر ان هي تصرف عليهم وتجوزهم. ايه حكايه ام رامي؟ هنعرفها من خلال هذا التقرير. انا
انا اسمي عاطف زكريا محمد باكت، اصلي من اوسنا بس متجوزه هنا بقالي 30 سنه بالظبط، 30 سنه واقفه مع برامي. انا اول ما اشتغلت كان برامي بيروح يقفل العجل عند الناس يعني الاول، كان سابني في كشك كده فاتحينه على الباب، قال لي خلي يعني عودي حاجه جات الكنيه على مناجي عادي بقى تعب. جه مره واحد بيقول لو سمحت عايزان، قلت له جينا لقينا الفرده مخرومه، كنت الكلام ده بعد ما اتجوزت بخمس سنين، لقيت الفرده مخرومه، قلت له بيقول لي تعرف تعمليها، قلت له نجرب، طلعت الكاوتش وبتاع وقعدت اعمل زي ما كان برامي بيعمل، عملتها له. صارت بقى ايه كل ما حد يجي يعمل حاجه ما اقولوش لا، اي حاجه كنت اعملها له. ما فيش حاجه بعرفها، برامي بيشتغل بقعد قدام منه اشوف يعمل ايه اعملها، بنعدى السلوك الطره بس ماليش خلق له، بس كده هو اللي بيشد يعني، هو عليه يشد لنا السلوك واحنا والعيال نشتغل. كنت حابه اشتغل معاه لانه كان لوحده وكان العيال صغيرين وكده، قلت بدل ما مثلا عايز حاجه بيروح يجيب شويه حاجه من عند حد من هنا، انا اقعد قدام الكشك على ما يجي مثلا حاجه ركن عجله، عارف اخت عجله لحمت عجله، كانت ما اتعلمتها. عندي رامي الكبير عنده 34 سنه، عندي حماصه 33، عندي اسماء 28، عندي زياد بقى الاخرين دي 15 سنه، عيالي اسم الله كلهم شغالين معايا الثلاثه. حباه اكل عيش، اكل عيش على شكر، انا جالي وظايف كتير ما رضيتش اروح، قلت لهم لا، تنتني في الشغلانه دي. ديت مثلا دي اكس في السره بيركب عادي، عايزه اكس بنركب لها الاكس عادي واركبه. دي ظرف الفرش بايظ مثلا بركب طقم الظرف عادي. قلب المكنه بايظ برضه، عايز الشحم نشحمه، مش عايز نركب له قلب مكنه جديد عادي. يعني اي حاجه في الحاجه اللي تشتغل بنشغلها، ما تشتغلش بنغيرها. ركن الزبون بيجيب لنا الحاجه بيقولش يعملوا ايه اللي فاعمله، زي ما انت سمعت حضرتك عارف ان احنا ايه القديم بنشغله، والجديد لو حاجه بايظه بنغير. الجنزير ده لو بايظ بيبقى متقطع كده بنمنصه بالبنسه وهم شايلينه نقص واحد زيتان وبرشمه، بيتبرشم عادي بيقفل جنزير زيه معايا. والكوتش عادي لو مخروم بنطلعه من هنا كده زي دي كده، بنطلع بنهوي الفرده لو مخرومه ونطلع عادي ونكشف عليه. بايظه خالص الطرف تتفك بره وبنركب لها دخل. نفسي اعمل عمره واحمد ربنا عليه الحمد لله. يعني الست المصريه ست جدعه، ست شاطره، يعني شايفين ام رامي عندها كده عارفه كل حاجه عن العجله. عارف احنا واحنا صغيرين في ارتباط كده بالعجلات، عندنا ارتباط باي عجلاتي كده احنا قاعدين عنده على طول، لان احنا كنا بنلعب بالعجل في الشارع فيعني بنرتبط بيه. هي ست بقى قاعده عارفه يعني شغلها، عارفه تعمله كويس قوي، وفعلا نموذج للست المصريه اللي احنا شفنا كتير قوي من النماذج دي اللي فعلا بتقدم شغلها كده بكل حب وكل شطاره. فعلا كل التحيه يا ام رامي، دعم السيدات اللي بتعمل في مثل هذه المهن مطلوب، مطلوب من كل الناس ومن اهالي الحته كمان اللي هي موجوده فيه. واكيد حضراتكم وانتم بتسمعوا التقرير ركزتوا زي ما احنا ركزنا كده في جمله ايه، ما انا قلت اجرب. يعني هو ابو رامي قال لها اقعدي في المكان لحد ما ارجع، قالت انا قلت اجرب، لقيت الكاوتش مخروم فبدات تجرب. كانت ممكن ان هي تفضل تقول ايه لا انا هستنى بقى لما يجي وخلاص، لا هي عايزه تجرب وعايزه تعمل، ودلوقتي بقت بتعرف تعمل كل حاجه. فالحقيقه يعني نموذج مشرف، وكل التحيه مره ثانيه ليك يا ام رامي. يعني هنتكلم معاكم كمان في موضوع مهم جدا وناس كتيرة قوي بتعاني منه، الناس اللي عندها مشاكل في ساعات النوم او عندها ارق او بتحب تنام وقت قليل او في احيان كتيرة قوي ما بتعرفش اصلا انها تنام عدد ساعات متواصل، ممكن يظهر عندهم بعض المشاكل الصحية خاصة متعلقة طبعا بالسمنة، لان في دراسات بتقول ان قلة النوم بتؤدي لزيادة الجوع، بالتالي بناكل كتير بالتالي الوزن بيزيد، ده غير المشاكل اللي ليها علاقة بالجهاز الهضمي. عشان كده في نصايح مهمة جدا عشان تقدر تظبط نومك في التقرير اللي جاي، خلونا نشوف.
عشان كده اللي بيجرب يعمل دايت وبيقسم وجباته على اليوم هو ده اللي بيبقى عارف ينام كويس قوي ويمارس حياته بشكل طبيعي، وبالذات موضوع الجهاز الهضمي من اكتر الحاجات المهمه. لما تظبط اكلك على مدار اليوم لوجبات صحيه، حتى لو على فكره مش صحيه بس انت مقسمها، وقبل ما تنام بحبه حلوين ما بتاكلش، بتقدر ان انت على مدار اليوم جسمك يبقى فايق وعارف تنام كويس قوي. مظبوط، متقسم صح. الوجبات كمان تكون خفيفه، يعني مش لازم ناكل ونتقل قوي في كل وجبه، يعني نقسمهم فعلا وجبات كتير، لانه مساله قله النوم دي بتاثر بشكل كبير جدا على الناس اللي عندها القولون العصبي، واعتقد ان تلتين الشعب المصري عنده القولون العصبي. نعم. فطبعا بياثر بشكل كبير جدا وبياثر على السمنه، وشفنا من خلال هذا التقرير لان مواعيد اكلك كمان بتختلف، فانت ما بتعرفش تظبط نومك، ما بتعرفش تظبط اكلك. فالنصيحه اللي سمعناها من خلال هذا التقرير ان احنا نقلل شويه من الكافيين بالنسبه للناس اللي متعوده تشرب قهوه كتير، نحاول قدر الامكان، يعني مش هقول لك تنزل جيم مثلا قبل النوم، لا، تحاول تمارس رياضه خفيفه كده قبل النوم، ممكن تساعدك كمان على الاسترخاء وعلى النوم. بلاش الاكل المسبك قوي يعني. يا ريت، ولو في اكل مسبك نخليه في البدري، يعني بلاش يكون متاخر. طيب هنروح لتقرير تاني، وموضوع أكل الشطة والفلفل الحار ده طبعا موضوع صعب للغاية، بيحتاج قدرات خاصة مش متوفرة في ناس كتير. المشكلة بقى أنك تلاقي واحد بيدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عشان قدر أنه يتناول الفلفل الأكثر حرارة في العالم في أقل معدل زمني. عمل ده إزاي؟ ده اللي هنعرفه من خلال هذا التقرير. معشوق التوابل الحارة في العالم، ده لقب رجل أمريكي اسمه جريجوري فوستر استطاع تسجيل رقم قياسي استثنائي في موسوعة جينيس بعد أن تناول 3 حبات من فلفل الكارولينا ريبر اللي بيعتبر من أكثر أنواع الفلفل الحار في العالم. فوستر أكل الحبات الثلاثة في غضون 8.72 ثانية وتمكن من تحطيم أفضل رقم قياسي سابق قدره 9.72 ثانية واللي كان بيحمله مايك جاك من كندا، وده في محاولته الثانية بعد الاستبعاد الأول من المنافسة. موقع موسوعة جينيس قال كانت هناك حبة فلفل في فمه لم يتم ابتلاعها بختام المحاولة الأولى اللي تم استبعاده فيها. وتعليقاً على إنجازه قال فوستر، في التدريب على هذه المسابقات الأمر بيتعلق بالميكانيكا وذاكرة عضلات الفم، لذلك فإنني أقوم بتناول فلفل حلو صغير لأجعل المضغ والبلع يستجيبان بشكل تلقائي عند تناول الفلفل الحار. طبعا هو الموضوع ما هوش سهل خالص، احنا مثلا بنحط شويه شطه كده على الاكل، الناس اللي هي غاويه شطه بتحط شويه شطه صغيرين كده على الاكل وتلاقي عينينا بدات تدمع وتلاقي بدانا نعرق وبدانا ننهج ومش قادرين وعايزين اي حاجه تضيع طعم الشطه. انا خفت منه في التقرير، هو عنده ثبات رهيب. لا وعنده ثبات رهيب، مش هو بس، هو الناس كمان اللي كانوا موجودين في المسابقه دي، انا شفنا ما فيش حد، انا ما شفتش حد عينه بتدمع ولا حد وشه احمر ولا حد ده عايز ياكل تاني. بس شفت بقى لما تم استبعاده في الاول عشان فضلت حته فلفل صغيره قوي كده في لسانه ما بلعهاش، فهنا من الاول هنعيد من الاول تاني. لا صعبه قوي بصراحه، والموضوع انا يعني انا من الناس اللي مش بفهم الناس اللي بتحب تاكل شطه، الموضوع بالنسبه لي صعب قوي ويعني مؤلم، يعني ازاي بيقدروا يعملوا كده. فانا بالنسبه لي التقرير ده كنيه قدرات في النهايه. على كل ده معاد موجز لاهم الاخبار مع منى، اتفضلي منى. شكرا ليك شاذلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كوب 27 فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودي لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال. وخلال كلمته الترحيبية على الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤتمر الأطراف، أشار الرئيس السيسي إلى أن استضافة مصر للدورة 27 للمؤتمر تصادف هذا العام الذكرى 30 لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مشيرا إلى أن مصر تثق بأن العالم سيجتمع معا مرة أخرى لإعادة تأكيد التزامها بأجندة المناخ العالمية على الرغم من الصعوبات والشكوك التي تنطوي عليها. وشدد الرئيس السيسي على أن مصر لن تدخر أي جهد لضمان أن يصبح كوب 27 هو اللحظة التي ينتقل فيها العالم من التفاوض إلى التنفيذ.
التقى سفير مصر لدى المجر محمد الشناوي برئيس البرلمان المجري لازلو كوفير، حيث وجه له التهنئة بفوز الائتلاف الحاكم في المجر في الانتخابات البرلمانية المجرية التي عقدت في إبريل الماضي. ونقل له في هذا الصدد تهنئة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري ودعوته له لزيارة مصر خلال العام الجاري. بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال محادثة هاتفية أجراها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تهدئة التوترات في الأراضي الفلسطينية. وفي بيان للخارجية الأمريكية شدد بلينكين على أهمية العلاقة الأمريكية الفلسطينية ودعم الإدارة لحل الدولتين. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا أنظمة صاروخية متطورة. وخلال تصريحات صحفية أكد بايدن أن الأنظمة الصاروخية تتيح لأوكرانيا إصابة أهداف أساسية في المعارك الدائرة بين قواتها والجيش الروسي من دون أن يوضح عن أي نوع تحديدا من الأنظمة الصاروخية يتحدث. أعلنت الحكومة البرازيلية مقتل 106 أشخاص على الأقل وما زال 10 مفقودين مع هطول أمطار غزيرة على شمال شرق البلاد لليوم السادس على التوالي. وقال مسؤول برازيلي أن أولوية الحكومة هي العثور على المفقودين وسط الانهيارات الطينية والفيضانات العارمة. أعلنت السلطات الكولومبية أن فرق الإغاثة تحاول إنقاذ 14 عاملاً علقوا داخل منجمهم في شمال البلاد إثر انفجار خلف أيضاً جريحاً واحداً على الأقل. وفي تصريح تلفزيوني أعرب مسؤول كولومبي عن أمله في أن يتم العثور على هؤلاء الأشخاص 14 المحاصرين أحياء. ورياضيا، أطاح الإسباني رافائيل نادال المصنف الخامس عالميا بغريمه التقليدي الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا من الدور الربع نهائي ببطولة رولان جاروس للتنس، ثاني بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى. وفاز اللاعب الإسباني على نظيره الصربي حامل اللقب بصعوبة في المباراة التي استغرقت أكثر من 4 ساعات وذلك بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة. بهذا الانتصار تمكن اللاعب الإسباني من رد اعتباره أمام غريمه الصربي الذي أطاح به العام الماضي من البطولة بالدور نصف النهائي. وختاما، يؤدي المنتخب الوطني اليوم مرانا تنشيطيا بمقر فندق الإقامة بمشاركة اللاعبين المنضمين. وكان قد انضم لمنتخب الفراعنة أمس الثنائي محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا وكريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركي، على أن ينضم باقي اللاعبين تباعا. ويستعد المنتخب الوطني لخوض مبارتين أمام غينيا وأثيوبيا في يومي 5 و9 يونيو المقبل في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023. ختام موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. أول ما بنيجي نتكلم عن الإشعاع والطاقة النووية على طول كل اللي بيجي في دماغنا الصورة الذهنية المغلوطة عن الاستخدامات غير السلمية، لكن الحقيقة في مجالات كتيرة جدا بتستفيد من الاستخدام السلمي للإشعاع، خاصة في مجالات زي الطب والصناعة والزراعة. وخلال الأيام اللي فاتت تم عقد المنتدى العلمي العربي لعلماء الإشعاع وشارك فيه 9 دول. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن المنتدى والأبحاث كمان اللي تمت مناقشتها فيه من نائب رئيس المنتدى الدكتورة هداية الله سالم. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. يا أهلا بحضرتك. قبل ما نتكلم عن هذا المنتدى ومستقبل هذه الطاقة واستخدامات مصر من الإشعاع في مجالات كتير، عايزين نعرف ونعرف السادة المشاهدين أكتر عن المنتدى وعن الدول التسعة المشاركة فيه. هو حضرتك فكرة المنتدى هي يعني جت كعمل تطوعي،
الحقيقة هو دوت يعني مش أول مرة بنعمل عمل تطوعي أو بنأسس حاجة يعني اللي حس نعمل فيها نشر لثقافة الاستخدام تقنيات التكنولوجيا الإشعاع والعلوم النووية. أنا مؤسس الجمعية المصرية للعلوم الإشعاعية من عام 2008، ودي جمعية أهلية والحمد لله عملنا شغل كتير كويس، وهي بس كان يعني بنفكر أكتر في إن إحنا إزاي نجمع العلماء ومحترفي الإشعاع، الناس اللي عندها كفاءات والناس اللي عندها اتعلمت في الخارج، إزاي نجمعهم بحيث إن إحنا نعظم الاستفادة من خبراتهم وعلمهم في تعليم بقى نشأ جديد، وعمل برامج تدريبية وعمل ورش عمل، وإزاي نعرف المجتمع سواء في مصر أو في الدول العربية الأخرى بأهمية الاستفادة من التقنيات العلمية المتعلقة بالعلوم والتقنيات النووية والإشعاعية، طبعا في التطبيقات البحثية زي الطبية والصناعية، التعليم، الأمن والأمان النووي، وإزاي نطلع برضو كوادر عندها كفاءة بحيث أنها لما تدخل في التدرج الوظيفي يبقى عندها فكرة جيدة عن الاستخدامات ديت، ونعزز الاستخدامات ديت ونزيد من نشر الوعي باستخدامها. هاي الدكتورة هدايا، يعني الطاقة النووية أول ما بنسمعها بيجي في بالنا حاجة سلبية شوية، مع أن الطاقة النووية العالم كله دلوقتي بيفكر يحل محل أي طاقة تانية موجودة دلوقتي. الجهود البحثية المصرية بقى في مجال الإشعاع والطاقة النووية إيه هي؟ حابين حضرتك تعرفين عنها. حضرتك زي ما قلتي فعلا في ناس كتير لما بتسمع موضوع إشعاع أو علوم نووية بتاخده بطريقة يعني تخوف أو بطريقة سلبية، لكن بالعكس هو حضرتك تقدم الدول العربية دلوقتي، تقدم أي دولة هي بمدى استفادتها من التقنيات العلمية والنووية. حضرتك أنا بشتغل طبعا ولي الشرف أن أنا بنتمي لهيئة عظيمة زي هيئة الطاقة الذرية المصرية، وهي هيئة من أول الهيئات اللي أسست في العالم الوطن العربي. احنا عندنا جميع المجالات اللي بنشتغل فيها البحثية والتطبيقية كتير، والحقيقة في المجالات سواء طب، زراعة، الهندسة، الهندسة النووية، الأمان والأمن النووي والأمن المفاعلات وكله، والحمد لله يعني عندنا باع طويل فيها، لكن وعندنا كمان يعني بحوث كتير بتطبق. ويمكن حضرتك سمعتي سعادة الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة الدكتور عمرو الحاج وإنتاج طفرات عديدة من القمح اللي هي بتزيد نسبة الإنتاج بنسبة 33%. دي نقطة مهمة جدا يا دكتورة، كنا حابين نوضحها أكتر للناس. والجفاف طبعا إن احنا تأثير هذه الطاقة يا فندم على تأثير هذه الطاقة يا فندم على الصناعة أو استخداماتها، استخدامات الإشعاع والطاقة النووية في الزراعة وفي الصناعة كمان، وأن الحاجات دي ملهاش أي تأثير على هذه المنتجات اللي بيتم تصنيعها باستخدام هذه الطاقة. ده تمام زي ما حضرتك تفضلت وقلت أستاذ محمد، هي فعلا بل بالعكس هي ضرورة ضرورة وضرورة ملحة جدا إن إحنا لازم نتجه للاستخدامات السلمية ديت للطاقة الذرية والنووية. لازم نطبقها في كافة المجالات، يعني سواء الصحية طبعا، الكشف عن الأورام، عمل دلالات للأور الكشف عنها، الأشعة، الأدوية، يعني في حاجات كتير جدا جدا يعني عظيم جدا. طيب يعني من أهم أهداف المنتدى يا فندم بناء قاعدة بيانات للخبراء والخبرات في مجال العلوم والتقنيات النووية والإشعاعات واستخداماتها في الوطن العربي، إزاي ده هينعكس بقى على المشاريع التنموية المستقبلية؟ خلينا نتكلم في الدولة المصرية. والله هو يعني حضرتك احنا يعني بنحاول ان احنا نعمل فعلا، لان احنا ما نعرفش بعض كتير، يعني انا ما اعرفش كل اللي بيشتغلوا مثلا في ليبيا او في الجزائر او في تونس او في السعوديه او في الامارات. فاحنا فكرنا طبعا ودوت يعني بمعرفتي باصدقاء وزملاء في دول عربيه، فقلنا هنعمل كيان، هو كيان تطوعي، ما فيش يعني كل واحد فينا عايز يقدم العلم اللي اتعلمه ويدرب الناس اللي بعديه، فقلنا هنعمل دوت، نعمل كيان اسمه سميناه المنتدى العلمي العربي للعلماء ومحترف الإشعاع،
كل اللي فيه دوت بيشتغل في التطبيقات ومختصين في البحوث العلوم النووية والإشعاعية وتطبيقاتها. فدوت علشان طبعا نعمل ريادة في التعليم والتدريب والبحث العلمي طبعا عزيز. لأن احنا في عندنا خريجين بيتخرجوا كل سنة، فمن مهمنا ان احنا نعمل دورات تدريبية عشان ندرب النشء الجديد دوت قبل ما يدخلوا في مجال العمل، ان احنا نعرف المجتمع بايه اهمية العلوم والتقنيات النووية، نعمل ورش عمل دورات تدريبية كل شهر، ممكن كمان بالتعاون مع الجامعات والهيئات ان احنا نعمل دبلومة مثلا للخريجين لمدة عام وتبقى طبعا يعني بدون مقابل، نعمل اجتماعات الخبراء الموجودين في الدول العربية المختلفة كل فترة مثلا بحيث ان احنا نعرف ايه توصلوا ايه الجديد في المجالات المعينة زي الطب هندسة. ده عظيم جدا. ايا كان نعمل مؤتمر علمي عربي كل سنة او كل سنتين بحيث ان احنا نقدر نتبادل الخبرات، نتبادل المعلومات، نعرف نفسينا، لان برضو عندنا علماء كتير جدا عرب موجودين سواء في الخارج او موجودين في بلادهم لكن برضو مش معروفين بالدرجة الكافية. هو ده وقت اللي كان الهدف أساسي، وفي نفس الوقت ان احنا نتبادل خبراء، يعني انا عندي مشكلة في حاجة في حد تاني ممكن يحلها لي مثلا في السعودية فاستعين بيه او يستعين بيا بحيث ان يبقى فيه تبادل، نبقى عارفين بعض. اي مثلا شركة او اي حاجة في القطاع الخاص محتاجين خبير في الحاجة دي عشان يقول لهم ايه نعمل ايه واحد اتنين ثلاثة. ده جميل جدا يا فندم ان حضرتك بتقولي ان في اتصال مباشر وفي متابعة مستمرة لتطوير في هذا القطاع في العالم كله بشكل عام، وانه عملية التدريب والتطوير بتتم لشباب الباحثين باستمرار، لان احنا من اوائل الدول او في العالم العربي اللي دخلنا في هذا المجال بانشاء مفاعل انشاط سنة 58. عايز اعرف من حضرتك اكتر عن الابحاث اللي تمت مناقشتها في هذا المنتدى. هو المنتدى كان دون الافتتاح، لكن احنا ان شاء الله وممكن نطلع حضراتكم عليه او على النشاط اول باول، فاحنا ما ناقشناش فيه بحوث لكن احنا يعني عملنا انطلاق لاعماله، وباذن الله الشهر نبدا ان شاء الله من النهارده بعد ما عملنا الانطلاق، وكان بحضور رئيس هيئه الطاقه الذريه المصريه، رئيس الهيئه العربيه للطاقه الذريه، رئيس الهيئة الطاقة الذرية في السودان، إخوة من الطاقة الذرية في الأردن، إخوة من الطاقة الذرية في ليبيا، رئيس جامعة الشرقة، والحقيقة أن هم كلهم أبدوا دعمهم لأعمال المنتدى، وإحنا طبعا بندعو من خلالكم أن كل الجامعات وهيئات الطاقة الذرية على مستوى العالم العربي أنها تتبنى أعمال المنتدى، وان هي يعني يبقى في استفاده عظمى من النشاط دوت ان شاء الله. ان شاء الله. ويعني ان احنا برضو حابين قوي ان احنا التدريب ده مهم جدا، النشر التوعيه ده مهم جدا زي ما حضرتك قلت، احنا عايزين الناس تعرف ايه اللي احنا بنعمله وايه اللي احنا ده يمكن دورنا يا دكتور، ومهتمين احنا كمان من خلال صباح الخير يا مصر ان احنا نعرف اكتر عن الابحاث اللي هيقوموا بيها او اللي هيقدموها الشباب في الفتره اللي جايه. موضوع مهم جدا جدا، العالم كله مهتم بيه، ومهم ان احنا كدول عربيه دلوقتي بنقوم بدور عشان نتقدم في هذا المجال. كل الشكر ليكي الدكتوره هدايه الله سالم، نائب رئيس المنتدى العلمي العربي لعلماء الاشعاع والطاقه. شكرا لحضرتك. دلوقتي يا مشاهدينا هنروح سريعا الى منا وجوله في الملاعب الرياضيه. اتفضلي منا. شكرا لك شاذلي، اهلا بكل مشاهدينا، معنا دلوقتي مع موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اليوم انطلقت ركله البدايه. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. إعجاز ما يقدمه هو إعجاز. ميسي هيتس وان، واتس ا جول. الفول عالمي يا زعيم.
الاتحاد الكوري الجنوبي أعلن عن ميعاد وتوقيت مباراة منتخب بلاده الودية قدام المنتخب الوطني المصري واللي هتتلعب على ملعب سيول. والاتحاد الكوري قال على صفحته على تويتر إن مواجهة منتخب مصر يوم 14 يونيو الساعة 8 بالليل بتوقيت كوريا والساعة 1 الظهر بتوقيت القاهرة. ومنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال خاض امبارح تدريبه الثاني على استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة غينيا يوم 5 يونيو في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023. التدريب أو تدريب المنتخب امبارح كان فيه شوية جمل تكتيكية من الجهاز الفني قبل ما يتم ختام التدريب بتقسيمة بين اللاعبين. والمسؤولين في نادي الزمالك أنهوا اتفاقهم بشكل رسمي مع أحمد توفيق الظهير الأيمن لفريق بيراميدز للانضمام لصفوف الزمالك خلال الميركاتو الصيفي اللي جاي، وده في إطار خطة الإدارة إنها تدعم الفريق بلاعيبة عندهم خبرة. وكمان المسؤولين في نادي بيراميدز هيستغلوا فترة توقف مسابقة الدوري في الوقت الحالي علشان يناقشوا مع المدير الفني للفريق تاكياسا جونيوس ملف عقود اللاعبين اللي هتنتهي بنهاية الموسم اللي جاري، وتحديد كمان مصيرهم النهائي سواء بالرحيل المجاني أو الدخول في مفاوضات للتجديد. هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة اتصدرت التصنيف العالمي للعبة تحت 15 سنة، وده بعد تتويجها بالمركز الأول وذهبية بطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة اللي اتلعبت في نيجيريا بفوزها في المباراة النهائية على بطلة نيجيريا. والنجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا مهاجم الريال كأحسن لاعب في موسم 2021-2022 ومعاه فينيسيوس جونيور أحسن لاعب شاب. أما بقى النجم الفرنسي ديمتري باييه مهاجم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي فاز بجائزة أفضل هدف في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم المنتهي 2022. بخصوص بقى المباراة المرتقبة بين المنتخب الإيطالي والمنتخب الأرجنتيني النهاردة في كأس الأبطال واللي هتتلعب النهاردة الساعة 9:15 على ملعب ويمبلي، ليوناردو بونوتشي مدافع منتخب إيطاليا علق وقال ميسي لسه واحد من أفضل وأعظم اللعيبة في العالم. احنا كده أخبارنا الرياضية خلصت، هنرجع تاني لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع شاذلي وفساد. شكرا ليك يا منى. شكرا يا منى. تقارير صحفية كثيرة تكلمت عن إمكانية مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية بشكله الجديد اللي هيضم 24 فريق وهتستضيف الصين أول نسخة منه، لكن الكلام ده ما خرجش الحقيقة من أي مصدر رسمي لحد دلوقتي. خلونا نعرف الكلام ده حقيقي ولا إشاعة مع ونطمن على المنتخب كمان وبدء المعسكر استعدادا للقاء غينيا يوم 5 يونيو. معانا الأستاذ أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي، صباح الخير عليك. يا صباح الكل، برحب بيك يا سنت، برحب بشاذلي وكل السادة. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا أحمد. يعني مدى صحة اللي انتشر في التقارير الصحفية عن مشاركة الأهلي في كأس العالم بالشكل الجديد، صح ولا غلط؟ والله خليني أقول لك زي ما قلتي برضو إن الموضوع لسه لم يخرج في حيز الإطار الرسمي من الاتحاد الأفريقي مثلا، من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لسه هو كلها كانت اجتهادات صحفية مغربية، ولكن كل ما يخرج عن الجانب المغربي بيبقى من الجانب المغربي خصوصا في الحاجات اللي بتخص هذه الأمر الفترة الأخيرة بتبقى أمور مؤكدة أو شبه مؤكدة. لكن هل هو خرج بيه بيان رسمي أو خرج بيه تصريح رسمي أو تم إرسال منشور رسمي بيه أو خطابات للاتحادات الأهلية؟ لم يحدث، يعني ما فيش أي معلومات حتى هذه اللحظة. يعني أنا شايف أنه الأمور كلها ممكن تبقى صعبة شوية، خصوصا انه الامر بتاع انه الوداد خد البطولة، كل ريال مدريد خد البطولة بتاع دوري ابطال اوروبا، شبه الامور حسمت شوية. فلما يجي مثلا انه يلعب كاس العالم الاندية في وقت قريب، اعتقد انه صعب انه يلحق يلعب كاس عالم للاندية بالعدد ده في وقت ضيق ويبدأ يعمل ليها آلية محددة. شايف ان هو وارد ده يحصل الموسم اللي جاي او السنه اللي جايه، لكن انه يحصل دلوقتي يجمع عدد الفرق دي ويبقى 24 فريق بدل 7 وبعدين تتعمل في الصين
اعتقد هذا الامر بيحتاج لما جم يزودوا كاس العالم، لما جم يزودوا بطوله الامم او كاس الامم الافريقيه ويرفعوا الاعداد بتاعتها، ده كان امر مدروس وبيتعرض في الجمعيه العموميه للاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي، بيبقى قبلها بفتره لا تقل عن 6-7 شهور. يعني لما بنشوف ده بيحصل ببقى قريب يعني، لكن انه كان طيب. في جمعيه عموميه في قطر من ايام وتم اتخاذ فيها بعض القرارات، لم يتخذ هذا القرار اطلاقا وما فيش جمعيات عموميه لحد فتره قريبه. هل ده بقى هيبقى ليه قرار استثنائي؟ ما اعتقدش ان ده يطلع الا بموافقه الجمعيه العموميه عامه طيب. للاتحاد الدولي. كنت عايز اسالك، من كلامك وانت بتقول ان اي حاجه بيقولها الاتحاد المغربي بتبقى يعني اقرب الى الحقيقه، ليه؟ يعني ايه السبب في ان الاتحاد المغربي هو اللي يجيب حاجات من الكواليس؟ بص، ده بيجيب حاجات من الكواليس لانه اصبح عناصر الخبره او عناصر المسؤوليه موجوده داخل مقر الاتحاد الافريقي وعلى مستوى الاتحاد الدولي، فبنلاقي فوزي لقجع، بنلاقي بعض الموظفين اصحاب المناصب المهمه موجوده، فبطبيعه الحال والامر يعني ببقى مثلا قريبين من مصادر صحفيه مصادر اعلاميه داخل المغرب، فدايما تيجي تلاقي انه التقارير الصحفيه المغربيه ما بتقول حاجه في هذا الشان، بتبقى عن قرب من المصادر اللي هم اصحاب المسؤوليه او اصحاب المناصب داخل الاتحادين الدولي او الافريقي يعني. الأجندة الدولية عامة زحمة قوي، بالذات إن في انعقاد كأس العالم في نوفمبر هيربك دوريات كتيرة وارتباطات دولية كتير. ممكن يكون الكلام عن السنة الجاية أو السنة اللي بعد الجاية بكده نستنى البطولة اللي جاية؟ ده اللي أنا أتوقعه لسبب بسيط، إنه بسنت بطولة الأمم بطولة إفريقيا دائما للأبطال أو للأندية بتبدأ من شهر 8 بتخلص في شهر 5، فأنا شايف إنه الأجندة بتاعت نوفمبر وفي كمان أجندة في سبتمبر للمنتخبات، ما أعتقدش إن في وقت علشان يعني يحشروا هذه البطولة بهذا الكم من ال 24 فريق في دوريات مزدحمة في كل العالم، ما أعتقدش إن ليها وقت السنة دي. فالطبيعي أو المنطقي لو هيفكر يعملها السنة الجديدة، خصوصا إنه زي ما قلت لك كونفدرالية أو دوري أبطال بتبدأ في 8 بتخلص في 5، فيبدا يعملها في 23 لو فكروا ان هم يتخذوا هذا القرار. اعتقد كمان الاتحاد الدولي قدامنا 6 شهور على كاس العالم، مش هيبقى عنده وقت او مسؤوليه فاضيين ان هم يعملوا بطوله تانية موازيه لكاس العالم للمنتخبات، هتاخد منهم من وقتهم، هتاخد منهم من الرعايه، من التسويق، من الكلام ده كله، فمش هتبقى بطوله مرتبه ومنظمه، خصوصا ان هم ما اتحطش لها آليه مثلا انه انا هاخد 7 أندية من اوروبا، على اي اساس هتاخد ال7 أندية من اوروبا؟ هاخد 3 من افريقيا على اي اساس؟ هل هو اول وثاني؟ هل هو مثلا اول وثاني هتحدد الثالث ازاي؟ هل هتدخل مبادئ جديده في اختيارات هذه الانديه؟ الامور مش بالسهوله ولا بالمرونه ان هو يحسم هذا القرار بين يوم وليله ويطبقها في 6 شهور، لازم تبقى قرار مدروس وعلى المدى البعيد، مش هيتطبق على المدى القريب. عظيم. مش الصحافه المغربيه بس اللي بتجيب كواليس، احنا كمان عندنا احمد عبد الباسط بيجيب كواليس، فعايزين منك كواليس المنتخب. والله طيب، لو على كواليس المنتخب اقدر اقول لك انه زي ما كنتوا بتتكلموا انه المنتخب في اتم الاستعداد لماتشين مهمين جدا، غينيا واثيوبيا. محمد صلاح ان شاء الله ممكن ينضم للمعسكر النهارده بالليل. كل الامور داخل معسكر منتخب مصر بتسير بشكل من التركيز، خصوصا ان هذا هو المعسكر الاول للكابتن إيهاب جلال مع اللاعبين، بدأوا يتطبعوا على بعض. الكابتن إيهاب بيفرض شخصيته طبعا لأنه في لاعبات كتير ما اتضربتش معاه من اللاعبين الموجودين على رأسهم المحترفين يعني، لكن الجدية داخل معسكر منتخب مصر موجودة. خليني أقول لك إنه كابتن إيهاب ضم عناصر جديدة، في ناس شايفة إنه بيستكمل وأنا شايف إنه ما بيستكمل ما بدأه كيروش المدير الفني السابق للمنتخب المصري. لما نشوف احمد حمدي موجود لاعب مونتريال داخل القائمه، فده وجه جديد مهم انه يبقى موجود. لما بنشوفه بيعتمد على ابراهيم عادل اللي كان تم استدعائه مره مع كيروش وما جاش تاني، لما بنشوف باقي اللعيبه الموجوده زي احمد عاطف اللي هو الراجل بيأدي في الدوري، فهو بيدي رساله. خلينا نقول انه لما اعلن عن قائمه المنتخب 44 لعيب في الاول، ده كان قوام وليس قائمه، يعني لما بيقول ان انا معايا 44 هو بيوصل قائمه مبدئيه. بالظبط، هو هذه القوام المبدئية. وخليني أقول يعني أنا متعمد أستعمل أشاذلي لفظ قوام، لأنه القايمة 44 هتبقى كتير جدا، فهو القوام ده بيقول للعيبة بتاعت الدوري إنه الباب مفتوح، إنه كلكم تحت العين. اللعيب اللي هيتصاب هجيب لعيب مكانه من داخل القائمة، إلا استثناء وحيد حصل إنه ضم كريم حافظ مكان أحمد أبو الفتوح،
خصوصا انه عمل حادثه يعني احمد، وبنطمن الجمهور عليه، هو عنده بعض الغرز في الراس يعني، فده سبب استبعاد احمد ابو الفتوح من معسكر منتخب مصر وضم مكانه كريم حافظ. الناس بتتساءل كريم ما كانش موجود في قائمه ال 44، فانا برضه عايز اقول لهم ان كان في قائمه اعلى شويه وعددها 78 لاعب، كريم كان موجود في هذه القائمه. انه من ضمن ال 78 لاعب اللي هم قوام لمنتخب مصر، المنتخب عنده ماتش غينيا يوم 5، عنده اثيوبيا هنلعبها في ملاوي يوم 9، ماتشين مهمين في بدايه مرحله التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه السنه الجايه اللي هتلعب في كوتوفوار. طب احمد عايز اتكلم معاك لسه على التشكيله، شايف هيبقى في تغيير كبير قوي عن اللي كان بيعمله كيروش، وهل في مفاجات في الاختيارات ولا بالنسبه لك كانت منطقيه؟ طيب هو بالنسبه للاختيارات الاول وبعدين ارد على التشكيل، الاختيارات انا شايف انه الاختيارات منطقيه لسببين. السبب الاول انه ما بعدش قوي عن الاختيارات بتاعه كيروش، هو طعم ببعض اللعيبه، بس لو جينا بصينا على هؤلاء اللاعبين يعني هنلاقي احمد حمدي كان كيروش كان بيبعت له استدعاءات او كان بيعلن اسمه في المحترفين ولكن لم يستدعيه. هنلاقي معظم اللعيبه عمر كمال هو اللي موجود برضو، مهند لاشين كان بيستدعى، فما فيش مفاجآت غير احمد عاطف، واحمد لم ينضج في الفتره اللي كان فيها كروش موجود النضج او التوهج اللي هو عليه حاليا. لكن باقي الاختيارات انا مش شايف ان ما فيش فيها اي مفاجآت. محمد ابراهيم كان الكل بينادي بان محمد ابراهيم يكون موجود داخل منتخب مصر، محمد ابراهيم بيلعب مركز 10 اللي هو فيه قفشه وعبد الله السعيد على اكمل وجه، فالبعض كان بيقول ان هو لازم يبقى موجود. ابراهيم عادل لاعب بيراميدز، الطبيعي انه الولد بيقدم مستوى طيب فكان لازم يبقى موجود، فما عنديش اي مفاجآت في الاختيارات، بل بالعكس هي اختيارات منطقيه جدا، وهو بيوصل رساله اخرى ايضا انه جاي يبني على ما انتهى اليه كيروش المدير الفني السابق. بالنسبه للتشكيل خليني اقول ان هو سؤال صعب دلوقتي لانه المنتخب لم ياخد اي مباراه، المنتخب ما لعبش حتى وديا او رسميا، جانب ان في اصابات داخل الفرقه يعني، لما نلاقي عبد المنعم موجود وهو مصاب، السرية سليم تماما بس الاهلي رفض المجازفه في النهائي، فهل هيجازف بيه ايهاب جلال ولا لا؟ ولكن من انطباعاتي او من رؤيتي للمعسكر المنتخب والتدريبات اللي بتحصل لن يخرج التشكيل عما كان بيلعب بيه كروش يعني، خصوصا انه ممكن يلاقي مثلا عبد المنعم مصاب فيبقى موجود حجازي والونش، مش هيلعب كتير يا شاذلي، في حته انه التشكيل يبقى فيه مثلا مفاجات او ان هو مثلا كان بيلعب باك يمين عمر جابر فبنلاقي حد تاني، عمر هيبقى موجود على اساس انه عمر كمال برضو لسه اصابه، فهنا لو في حتى تغييرات في بعض المراكز ستكون تغييرات اضطراريه فقط لوجود اصابات، ولكن مش عشان الكابتن ايهاب جلال عايز يعمل لنا مفاجات يعني في التشكيل. عظيم، على كل طبعا دي اختيارات كابتن ايهاب ولازم نحترمها، وكل التوفيق لكابتن ايهاب جلال ولمنتخبنا الوطني في ما هو قادم. اشكرك شكرا جزيلا احمد عبد الباسط الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. كتير من الاباء بيكتشفوا صفات او سلوكيات في الاطفال بيكونوا عايزين يغيروا هذه السلوكيات بشكل ايجابي، البعض ممكن يستخدم اسلوب المكافاه، يعني يقول للطفل مثلا لو التزمت وما عملتش هذا السلوك الخطا انا هجيب لك هديه والهديه اللي انت عايزها كمان. في بعض من الناس ممكن يستخدم اسلوب العقاب، والعقاب هنا مش لازم انه يكون ضرب، ممكن التجاهل، ممكن الزعل، ليكون نوع كمان من انواع العقاب. احنا النهارده هنتكلم عن ازاي نحفز اطفالنا ونغير طريقه تفكيرهم ونعدل من سلوكهم بشكل ايجابي مع ضيفنا الدكتور نور اسامه استشاري تعديل السلوك. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الفل. صباح الخير. اهلا بيك. صباح الخير. هل ينفع فعلا نعدل سلوك اطفالنا؟ طبعا. ده سؤال مهم لانه قوي. الناس مهم قوي الموضوع. الناس بيقولوا ان الطفل لو مثلا الطفل عنيد فهو هيفضل طفل عنيد وهيكبر يبقى مراهق وهيبقى شاب وهيبقى كبير وهيبقى عنيد. هل ده نقدر نعدل سلوك الطفل؟ طبعا. ما نتعلمه في احضان امهاتنا لا يمحى ابدا، اللي احنا بنتعلمه واحنا صغيرين من بابا وماما لا يمحى ابدا. فنان محمد صبحي كان بيقول اتفقت انا وزوجتي ان نربي ابنائنا على القيم الحميده، ولكنني تذكرت ونحن نربيهم اننا نربي انفسنا معهم. الفكره احنا ازاي بنتعامل مع اولادنا؟ بيكاسو كان بيقول والدتي كانت بتقول لي لو انت كنت في الجيش كنت هتكون قائد الجيش،
لو انت كنت هتبقى قسيس كنت زمانك رئيس القساوسه، بس انا بقيت فنان عشان كده بقيت بيكاسو. توماس اديسون لما بعد ما عمل النور قالوا له الغبي الذي انار العالم، بعدها عمل كل اختراعاته، ولما معمل اتحرق والدته بصت كده بعد ما معمل اتحرق قالت له اخيرا بدات يعني تمحي كل الاخطاء وتبدا من اول وجديد. مهم قوي الحته دي يعني يا دكتور، لانه في ناس كتير قوي بتفتكر ان انا لما اقول لابني حاجات ايجابيه كتير يبقى انا كده بدلعه وبخليه مغرور، مع ان ده دعم ليه مهم جدا. بصي تبع للشخصيه، يعني لو مثلا ابني كان من الشخصيات الاتكاليه شويه مش هينفع اقول له شاطر برافو فيبدا يتمادى في الموضوع، ولا الشخصيات مثلا خلينا نقول الشخصيات الاتكاليه احنا اللي بنخليها اتكاليه. الشخصيات هي في شخصيات اساسيه، الشخصيه القويه او الجريئه بيتولد كده، الشخصيه الخجوله بتتولد كده، بس احنا ازاي ممكن نهندل كل حاجه بحيث الشخصيه القويه ما تحولش شخصيه بجحه، والشخصيه الخجوله ما تبقاش شخصيه متواضعه وعندها قله ثقه بالناس. طب يعني انا اللي بخليه شخصيه اتكاليه؟ طيب لما بنفذ لابني انا دايما بقول الحب المعتدل، يعني ولا التدليل الزايد ولا القسوه الشديده. التدليل الزايد اللي هو انا دايما بتراجع في قراراتي عشان ابني بيبتزني، ماما الشوكولاته غلط، فلما اجي ابدا ازن فماما خلاص بقى الشوكولاته بقت كويسه عشان انا زهقت من الزن، ابني بيزن او بيعيط فحطه قدام التلفزيون فبيعرف ازاي ممكن ابتز بابا او ماما، فبيتحول ان انا بجيب له كل حاجه. وببدا المكافئات، ده بقول في مكافئات قصيره المدى، النهارده مثلا كنت كويس قاعد قدام التلفزيون لفتره معينه، قدام الموبايل او التاب لفتره معينه، لا انا الموضوع وصل للرشوه اللي انا هعمل ده عشان الشوكولاته، انا هعمل ده عشان اتفرج على ده، بقى الحب المشروط. فبقى شخصيه اتكاليه، لازم اعمل ده عشان خاطر ده مش عشان خاطر ده صح. فبيعرف ازاي يبتز بابا وماما، فبيتحول ان كل حاجه مجابه. في طبيب الماني كان بيقول في حاجه اسمها مرض اشباع الرغبات، نو مفيش نو خالص في التربيه، في اي حاجه اوكي. فمرض اشباع الرغبات ده بعد كده بيجيب له مشكله في الرضا، فبيتحول الموضوع على الكذب الادعائي، انا بدعي اللي عندي عربيه وبدعي لما بيكبر شويه وبدعي قدام اصحابي انا عندي حاجات. ركز بقى على الحته دي يا دكتور، لانه في ناس كتير قوي عندهم الحاجات دي، ركز لنا بقى عليها، ازاي ما نخليش ولادنا يبقى عندهم المشكله دي. الاعتدال. الاعتدال يعني بنحط تاسكات، بنحط مهام معينه ابني يعملها، وبحط مثلا بقول حاجات البيت اولويات 1 2 3، حاجات المدرسه 1 2 3، حاجات التمرين، الواجبات اللي عليه المفروض يعملها في كل حاجه، منها في حاجات البيت بحمله مسؤوليته الخاصه ان هو مثلا يقوم يروق سريره، ان هو يقوم يحط شنطه مدرسته. طب ما في حد يقول انا ممكن اساعد ابني، ده انا بساعده في ده. حلو، المساعده مهمه جدا. يعني بس احنا المساعده عندنا فيها مشكله، يعني انا بساعد ابني هو بيذاكر ولا انا بذاكر له؟ يعني اقعد جنب ابني وهو بيذاكر مختلفه غير انا اللي بذاكر له خالص. فبعد كده ببدا انا اقعد جنبه، لو احتاج حاجه، لا الموضوع بيتحول ان ابني ما ارجوكي خليكي جنبي، بابا مش عارفه ايه. ايه ده يعني انت يعني مش صح ان انت تذاكر للاولاد؟ انا بساعده، مش انا اساسيه. عشان كده الكونفرز منطقه الامان او الهابي كامس بتاع ابن دايما بيتعود على ماما او بابا قاعدين جنبي، فخلاص انا خدت على ده. فالاشتراط لازم او رابط الايجابي، لازم اذاكر ماما قاعده جنبي هي اللي بتذاكر لي، غير ما اقول مثلا انا قاعده جنبك لو احتجت حاجه هنشوف مين هيخلص الاول، مكافاه انت هتخلص مذاكر اول وانا هخلص شغل البيت الاول، واللي هيخلص ليه مكافاه. مثلا اللي انت بتقول عليه المساعده ان هو يروق سريره ويحضر اوضته فنغني مع بعض، انا ممكن اساعده واحنا بنغني فحبيبه في المهام. طيب حلو، لو ام بكل يوم الصبح بتروق سرير ابنها او بنتها وبتحضر له شنطته وبتجهز له حاجته، ده غلط؟ دي مساعده زايده؟ بتجيب له مثلا عايز كوبايه ميه، عايز كوبايه عصير، عايز كل حاجه من البيت فهي اللي بتقوم تعملها، هل ده غلط؟ ده كارثه. هقول لك ليه؟ لو كان ابني من الشخصيات الخجوله الموضوع هيتحول بقى ان شخصيه اتكاليه جدا.
لو كان مش شخصيات قوية أو جريئة هيبدأ يبقى مهمل، هيبقى بلطجي. لا بس مش هيبقى لسه صغير ويعمل لنفسه اللانش بوكس بتاعه، صح يعني ولا مش إيه؟ مش مسألة اللانش بوكس، يعني في مساعدات بسيطة إنه يحط يعني الكتب بتاعة المدرسة. لا يعني كتير يعني معاك دي كتير، بس لو أنا الصبح مثلا في أمهات الولاد بتقوم تعمل لهم السندوتشات بتاعتهم الكلام ده، يعني ده كمان غلط ولا لا؟ بص على حسب السن، يعني أنا بقول من أول 3 سنين بيبدأ، بقول مثلا يا نمسك كوبايه، الكوبايه البلاستيك الصغيره، هيبدا دخل كي جي 1 مثلا 4-5 سنين ولا حاجه، لا ببدا شنط بساعده في ترويق سريره، بساعده في يحط اللبس في الدولاب شويه من 7 مثلا لحد 10، لا اللي بيساعدني مثلا في حط الهدوم في الباسكت اللي هنحط فيه بعد كده هنغسل هدومنا شويه، هيبدا يساعدني لو حاجه يعني هيمسك هيحط الاكل هيشيل كوبايته، فتبقى للسن. بس فكره ان انا افضل اعمل له كل حاجه لا ده غلط، يعني من 3 سنين ببدا احمله، حتى يعني ببدا على المسؤوليه الخاصه حاجته الشخصيه، بعد كده المسؤوليه العامه، يعني هو يبدا يتحمل مسؤوليه البيت، يعني مثلا باسكت الباسكت بس بتاع مهملات يحطه بره وانا واقفه، فلازم احمله حتى مسؤوليه البيت عشان ما يبقاش شخص يلا، يعني انا شخصيه اتكاليه اهم حاجه. طبقه بعد الاكل مثلا، ايه يشيل طبقه بعد الاكل؟ طبعا ده لازم. يعني من سن 5 سنين انا ببدا بقى خلاص لبسه يحطه لوحده، انا ببدا من 3 سنين بس امهد له بنغني واحنا بنروق، عشان احنا دايما بنعمل الحاجات دي باوامر ومروق ومعمل، ففكره الرابط الايجابي ان انا بحببه في البيئه اللي حواليه صحيح، او الحاجه اللي بيعملها. ايه تاني من العوامل ممكن اشجعه بيها؟ يعني انت قلت ان احنا ممكن مثلا لو طفل، بس ده برضو في سن صغير، مسألة ان هو لو روق سريره اغني معاه، ده برضو سن في البدايات. يعني ايه تاني ممكن اشجع طفلي بيه ان هو يبقى شخصية يعتمد على نفسه، ما يبقاش اتكالي وفي نفس الوقت ما يبقاش دلال زايد عن اللزوم؟ انا دايما بقول حاجتين، لحد 7 سنين صندوق الهدايا، صندوق الهدايا ان بقول له يعمل مثلا 10 حاجات، لو تعملوا خلاص انت كل النهاردة مثلا ليك تايم معين في الحاجة اللي بتحبها، واخر اسبوع هتخرج مع اصحابك في مكان فلان. عدينا 7 سنين سكور شيت ورقه المهام، وببدا اغير له المكافئات والحوافز اللي هو بيحبها، يعني بيحب يروح ملاهي، بيحب يروح مكان معين، بس في هيئه سكور شيت. اول ما بيطلع شويه لمرحله المراهقه، خلينا نقول يعني بنعلم عليها على الحاجات اللي عملها صح والحاجات اللي عملها غلط. طبعا يعني صندوق الهدايا ده عشان هو اللي بيساعدني في صنع الصندوق، لونه حلو جميل، بعد 7 سنين بيحس بقى انا كبرت، كبر بقى شوية. فيبدا نغير، بنحط سكور شيت، وخصوصا لو كان ليه كمان اخوات فالموضوع بيكون محفز، مش بخليه غير من اخوه، لا حاجات معينه لو اتعملت هنديك 1-2-3 مكافئات. مرحله المراهقه او ما قبل البلوغ بيبدا بقى لا انا كبرت على كده، فبيبدا باخد بالي بس انا بزود التحفيز المعنوي، وباخد بالي ان مش ما بحبش امنع. يعني باخد بالي من الإزاء النفسي والبدني، يعني الإزاء النفسي ان انا مش هينفع انت اللي هي الشتايم او انا يعني. او المنع، عشان المنع هيخليه الموضوع حاجه اسمها التمرد التفاعلي، فانا باخد بالي لما ازود الحافز او التحفيز المعنوي في دخول مرحله المراهقه عشان ما يزودش مرحله التمرد. طيب خليني اخدك لنموذج اكستريم شويه، لطفل يمكن التكالي بيرد على مامته بيزن شويه، خلينا نقول متدلع، هل ممكن اعدل من سلوك الطفل ده وازاي؟ طيب خلينا نقول بيرد صوته عالي، بيرد ممكن يقول الفاظ، ده احسن عقاب. يعني دايما بنقول تكرار السلوك اكتر من مره 99% بسبب اللي احنا مش بنعمل روابط سلبيه، مش بنعاقب او بنتراجع في قراراتنا، فالجزء ده بيخش يغسل بقه 30 مره قدامي كان هو معناه رقم، مره الثانيه 50 مره، مره 70 مره، فمش هكرره تاني، انا عملت له رابط سلبي ان ده بجد عقاب. طبعا يعني اقول له اغسل سنك 50 مره قدامي، لا خش اغسل بقك اتمضمض لمده 20 مره عشان انت عليت صوتك على ماما او بابا. بس احنا ساعتها بنعمل ايه؟ بنقول انا ممكن ازعق طبعا في ساعتها الصوت العالي، انا عارف ان الاخر النتيجه ان هروح ازن اطبطب على بابا او ماما الموضوع ينتهي، او بيجي بابا بالليل اخلاف معامله فهو ما بيعمليش حاجه فبكرر نفس السلوك. فلما بعمل عقب، بس انا بقول ان انا اعاقب بعد السلوك الغلط اللي عمله، لا 90% هيكرروا حاجه بسيطه بعد كده لحد ما يتعش تماما. الشخصيه الاتكاليه لازم تبدا تتحمل المسؤوليه، انا ولا بقول
ازعق قسوه ولا ولا بقول ادلل، بس احط كل حاجه هيعملها مش رشوه، اسحب شويه موضوع الرشوه ومش امنع، يعني لازم ابدا تدريجيا احط له مهام، وبناء على المهام اللي بيعملها بحط له مكافئات مناسبه للمهام دي. يعني مش هينفع مثلا اجيب له موبايل عشان خاطر كان اسبوع ده كويس، عشان بعد كده بيعملوا مشكله في الرضا، ان انا صح. عندي مشكله رفعت زي ما قلنا، رفعت انت سقف طموحاته بقى خلاص بقى الموبايل ايه، شويه عربيه شويه عايز مش عارف فيلا شويه، فانت كل مدى هو عايز هديه اكبر من الهديه اللي انت جبتها له. بالظبط. وموضوع بعد كده على فكره، يعني فكره في حاجه اسمها مثلا كذب مقاومه السلطه، ان انا لو تحولت فجاه عايز ابني عنده مشكله سلوكيه معينه مثلا زي شخصيتك اللي فجاه بقى حاجه اسمها مقاومه السلطه، طب انت بقى هتشوف ايام صعبه جدا بقى وزعيق، فهيجذب من اجل مقام السلطه، من اجل انا هو ما يتاذيش، او الكذب جذب الانتباه، ان انا مثلا بدات ادلل ابني زياده او شخصيه اتكاليه، فبيبدا يبقى قاصد اللي هو يغلط عشان يجذب انتباهي. كل ده عشان خاطر انا بحاول اريحه. في سن تو ليت، يعني خلاص الموضوع اتاخر قوي، مش عارف اعدل السلوك خالص. الفكره اللي احنا نحط له سلوكيات معينه فتره طويله يعملها. لو اتعودت على القهوه لمده 20 يوم متواصل بشرب قهوه 7 الصبح، انا خدت على كده بقى سلوك، تكرار السلوك بيغير الشخصيه. يعني لو في اي مشكله عندي بقت شخصيه، الشخصيه عباره عن سلوكيات متكرره، لو غيرتيها بقت روتين معين الشخصيه تتغير. طيب احنا عندنا مشكله كاباء وامهات في اننا بنرجع في كلامنا دايما، يعني مش هقول لك بنوعد وبنرجع في كلامنا، لا، في العقاب او في المنع. لو عملت كده لا انت مش هتروح مع اصحابك زي ما احنا متفقين، لان انت عملت حاجه غلط. يوم يومين مع الوقت احنا بننسى بننشغل، بيجي الطفل يتكلم معاك مره تانية فانا عايز اروح احنا متفقين، فانت بتنسى اصلا انت عاقبته. ده خطورته ايه على الاطفال على المدى البعيد؟ طيب ده خطورته اول حاجه موضوع العند. دي مصيبه بقى. ما الوعود اللي انا مش بنفذها، او التراجع في القرار. التراجع في القرار بيخلي ابني بعد كده يعرف يبتزنا عاطفيا ويبدا يجرب. بس هو السؤال هنا، هل ابني قاصد يغلط؟ هو مش قاصد يغلط، هو واحد ابني ممكن من اول سنتين ونص بيبدا يجرب بقى، انا ليا كيان ابدا امشي لوحدي فابدا اجرب، ها ده ينفع مع بابا؟ لو نفع اتمادى فيه، ما ينفعش ببدا اغير. او كنوع من انواع سد الاحتياج، يعني يا جماعه انا موجود وانتوا مش يعني ما حدش حاسس بيا. او نوع من انواع الاسقاط النفسي بسبب القسوه الشديده. فببدا اكرر الغلطه اكتر من مره عشان خاطر اضايقك، فممكن تبقى بسبب سد الاحتياج، وممكن عشان انا قصد اضايقك، او نوع من انواع لفت الانتباه. فكرة بقى ان انا بتراجع في قراري اكتر من مرة، الابتزاز العاطفي ممكن يتمادى الى نوبات الغضب. من اول درجة نفعت معك، فتاني درجة ممكن توصل لنوبات الغضب واخبط راسي في الارض وممكن اذي نفسي عادي، ما انت عشان اول حاجة جابت مع بابا نتيجة، فببدأ نوبات الغضب بقى تتمادى. هل ممكن اتكلم مع اولادي اقول لهم سبب بتعمل الـ 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 الحاجة الغلط دي ليه مثلا، ويبتدي يبقى فيه لغة حوار؟ طيب بعد ما ابني بيعمل مشكله، فكره الزعيق والصريخ وكل ده مش هيجيب نتيجه، هو بلوك اصلا، البريم بتاعه بلوك. طب المفروض اعمل ايه؟ المفروض بعد ما يخلص الموضوع بقعد اتكلم معاه، هو اللي انت عملته غلط وغلط ليه، بس في مشكله بنقع فيها، البديل ايه البديل؟ طب انا اتنافست النهارده، اوعى تتنافس تاني، لا اكيد لا، لا انا ممكن اعملها بشكل سكوتشي او صندوق هدايا، اللي انت تبقى هادي السلوك المعاكس، واديله تمرين، اقول له مثلا في حاجه اسمها كرسي الهدوء هتحط في الصالون، لو اول ما تحس ان انت متعصب هتقعد كرسي الهدوء، تاخد نفس، تعد من 10 لزيرو ايفن او اود، فتاخد نفس، فده البديل ان انا ابني مش بس اقول له انت غلطان، لا اقول له بديل، وفي حاجه انا مش بحبك، لا لا انا متضايقه من اللي انت عملته مش متضايقه منك، عشان خاطر هو ابني كده شخصيات خجوله او متواضعه بتشوف ده على الحب المشروط، ان انت مش بتحبيني لو انا عملت كذا، بحبك بلبس معين، بحبك بده. طب دكتور عندي سؤال، معلش عايزه اسالك يا شاذلي انت كمان السؤال ده، لانه انا ما عنديش اولاد فمعرفش. هل انتوا ساعات بتبقوا كاباء او امهات عندكم الخل ان انتوا طول الوقت تتكلموا؟ يعني في امهات انا بقى اصحابي بيقولوا لي مش قادرين، يعني ما واقعيا فبينهاروا بيزعقوا. حلو. طب انا عايز اقول النقطه صح وانا مقتنع، بس مش بنزعق، يعني انا بقول مش وقته،
يعني انا مش هزعق، يعني لما تيجي عايز تتكلم معايا وكده مش بزعق، بقول لها مش وقته انا مشغول دلوقتي. بس في امهات بقى بتطلع عن شعورها لان الامهات بتبقى قاعده مع الاولاد طول الوقت فمش ده صح. قادره. طيب لو ابني عرف ايه النوع ازاي بتزني وازاي بضايق من حاجه معينه هيبدا دايما يضايقني بيها. انا بعمل حاجه معينه فلا يوم ماما هتقولي لا طيب هرمي الحاجه على الارض هزعق اصرخ. فانا دايما بقول الامهات اللي قاعده مقيمه دايما في البيت اخش حمام ساعتها اغسل وشي اهدى اخش اوضتي اقفل على نفسي اعد. انا بقول مثلا نمبر سيستم ده انا ممكن اعد من 50 لزيرو حد قادرين ولا قادرين يهدى كده عشان اخد قرار صح. ابني لو عارف ان ده مش بيأثر فيا مش هعمله تاني. بس احنا مشكلتنا بين الفوكس ان ده بيضايقني فابني بيكرره عشان يضايقني عشان دايما لما اقول له لا. منها ما خدتش ما زعقتش ازاء نفسي ما ضربتش ازاء بدني ما خدتش قرار غلط ما رجعتش في قراري. بعد كده برجع هقول له انت غلطان في ايه وايه السلوك البديل زي كرسي الهدوء او النمبر سيستم او الحاجات دي ويصلح الحاجه اللي عملها. فكره بقى ان يصلح الحاجه اللي عملها دي مهمه جدا. ومش بس كده، رابع نقطه ان ابدا اديله اعباء اضافيه كنوع من انواع العقاب. خش روق الاوضه كذا، خش اعمل كذا وشيل كذا واعمل كذا. طيب لو الطفل عنيد هل كل الحاجات دي تنفع معاه؟ طبعا، بس الطفل العنيد ما بيحبش الاوامر. قوم اعمل، قوم نفذ الاختيارات. تلبس كذا ولا كذا ولا كذا، هناكل كذا ولا ناكل كذا ولا ناكل كذا. بس اعتقد ده في سن معين، يعني مساله الاختيارات ده مش من البدايه يعني. بالعكس انا عايز اقول لك احنا ممكن نعمله من البدايه بشكل انا بحسسه اللي هو كبير بس في اطار معين، يعني انا كده عايزه يلبس اللون الابيض او الاخضر او الاحمر. فبضحك عليه، منها هو اختار ومنها انا اخترت الحاجه اللي انا عايزها لابني. بدل يعني تقولي لا انا عايز كذا. الاكل يبقى انا استفدت، تحب تاكل رز ولا مكرونه؟ لا يا دكتور ده انا عايز اقول لك مساله بقى تحديد الاختيارات والطفل العنيد دي محتاجه فقره لوحدها طبعا. فبالتاكيد هيكون لنا لقاء تاني. احنا بنشكرك طبعا، شرفتنا ونورتنا دكتور نور اسامه استشاري تعديل السلوك. شرفتنا يا دكتور. نورك، ربنا يخليك يا رب. مشاهدينا دلوقتي موجز مع اهم واخر الانباء مع منى، اتفضلي يا منى. شكرا ليكي باسنت. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كوب 27 فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودي لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال. وخلال كلمته الترحيبية على الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤتمر الأطراف، أشار الرئيس السيسي إلى أن استضافة مصر للدورة 27 للمؤتمر تصادف هذا العام الذكرى 30 لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مشيرا إلى أن مصر تثق بأن العالم سيجتمع مرة أخرى لإعادة تأكيد التزامها بأجندة المناخ العالمي على الرغم من الصعوبات والشكوك التي تنطوي عليها. وشدد الرئيس السيسي على أن مصر لن تدخر أي جهد لضمان أن يصبح كوب 27 هو اللحظة التي ينتقل فيها العالم من التفاوض إلى التنفيذ. التقى سفير مصر لدى المجر محمد الشناوي برئيس البرلمان المجري لازلو كوفير، حيث وجه له التهنئة بفوز الائتلاف الحاكم في المجر في الانتخابات البرلمانية المجرية التي عقدت في إبريل الماضي. ونقل له في هذا الصدد تهنئة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري ودعوته له لزيارة مصر خلال العام الجاري. بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال محادثة هاتفية أجراها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تهدئة التوترات في الأراضي الفلسطينية. وفي بيان للخارجية الأمريكية شدد بلينكين على أهمية العلاقة الأمريكية الفلسطينية ودعم الإدارة لحل الدولتين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل، وذلك بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. وأوضحت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال أعاقت وصول طواقم الإسعاف للشابة المصابة إلا بعد نحو 20 دقيقة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا أنظمة صاروخية متطورة. وخلال تصريحات صحفية أكد بايدن أن الأنظمة الصاروخية تتيح لأوكرانيا إصابة أهداف أساسية في المعارك الدائرة بين قواتها والجيش الروسي من دون أن يوضح عن أي نوع تحديدا من الأنظمة الصاروخية يتحدث. أعلنت الحكومة البرازيلية مقتل 106 أشخاص على الأقل وما زال 10 مفقودين مع هطول أمطار غزيرة على شمال شرق البلاد لليوم السادس على التوالي. وقال مسؤول برازيلي أن أولوية الحكومة هي العثور على المفقودين وسط الانهيارات الطينية والفيضانات العارمة. وختاما، يؤدي المنتخب الوطني اليوم مرانا تنشيطيا بمقر فندق الإقامة بمشاركة اللاعبين المنضمين. وكان قد انضم لمنتخب الفراعنة أمس الثنائي محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا وكريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركي، على أن ينضم باقي اللاعبين تباعا. ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتين أمام غينيا وأثيوبيا يومي 5 و9 يونيو المقبل في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية القادمة. نهاية موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل. تكلمنا في بداية الحلقة عن مشروع القطار السريع اللي عملته مصر مع شركة سيمنز، وتم توقيع الاتفاقية، وطبعا كان في اهتمام دولي كبير من وكالات الأنباء العالمية. ده غير مشروع تاني كده، وهو مشروع القطار الكهربائي LRT اللي اتعمل خلاص وبيربط بين محطة عدلي منصور ومدينة الفنون في العاصمة الإدارية الجديدة. طبعا احنا اتكلمنا عن مشروعات النقل الكثيرة، ويعني إقامة شبكة لخطوط السكك الحديدية السريعة في مصر بتربط 60 مدينة بقطارات تصل سرعتها حتى 230 كيلومتر في الساعة وبتخدم 90% من المواطنين، ومشاريع كثيرة جدا ليها علاقة بالسكك الحديدية. نتكلم النهارده مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، يعني بنرحب بحضرتك في البدايه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك دكتور حسن مهدي، استاذ هندسه النقل وطرق بجامعه عين شمس. اهلا بسيادتك يا فندم. اهلا بيكم، اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك، شرفنا في ربنا. طيب في البدايه، تابعت ازاي يعني المشروع او الاتفاقيه الخاصه بانشاء القطار الكهربائي السريع مع شركه سيمنز؟ حابين نتكلم في الموضوع ده لانه مهم جدا. صحيح، يعني هي مصر بتشهد طفره ونقله نوعيه في مجال النقل الاخضر او الجر الكهربائي من خلال شبكه من المشروعات اللي تم البدء فيها على ارض الواقع من فتره طويله. من هذه المشروعات مشروع القطار الكهربائي الخفيف اللي أشرت إليه، اللي هو الـ LRT، وهذا المشروع في مرحلة التشغيل التجريبي دلوقتي، ويمكن دولة رئيس الوزراء ووزير النقل شهدوا التشغيل التجريبي لهذا المشروع اللي أنا بعتبره همزة وصل قوية ما بين تجمعات شرق القاهرة والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية، وما بين مناطق العاشر من رمضان، مرورا طبعا بالمحطة التبادلية عدلي منصور. وده هيكون ليه دور جيد في، عايز أقول، سرعة إعمار المدن الجديدة، لأن النهاردة الناس عشان تروح تسكن في مكان أول حاجة هيقول إزاي أروح عشان يشتغل عشان يستثمر. فطبعا LRT أو ما يسمى بالقطار الكهربائي الخفيف ده هيكون ليه دور كبير في دعم مشروعات التنمية المستدامة في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، الدولة شغالة من خلال وزارة النقل في تطوير شبكة السكة الحديد الحالية. شفنا تطوير البنية الأساسية، نظم التحكم والإشارات، جرارات جديدة، عربات نقل بضائع وركاب. بس خلينا نقول إن شبكة السكة الحديد اللي احنا كلنا نعهدها لم يطرق عليها زيادة في أطوال السكك الحديدية بها منذ أن أنشئت، وده ما يتناسبش مع الزيادة السكانية وطموح الدولة في خطط التنمية اللي موجودة.
احنا بنشوف كل يوم مشروع جديد بيتعمل، ولذلك كان حتما ان احنا نبتدي في مشروع القطار الكهربائي السريع اللي بيربط مفاصل الدولة ببعضها، كما حدث في المشروع القومي للطرق اللي كان ليه اسهامات كبيرة في تعمير مناطق وانشاء مدن جديدة واستصلاح زراعي ومشروعات كثيرة تمت، لان النقل هو خدمة بتدعم مشروعات التنمية عمرانيا وصناعيا وسياحيا، فمن غير شبكة نقل قوية بكل تأكيد مش هيكون في اقتصاد كويس، مش هيكون في فرص عمل، مش هيكون في مشروعات تنموية، خصوصا ان كما تعلموا حضراتكم كنا عايشين على 6% من مساحة مصر في شريحة ضيقة حول الوادي وادي النيل، فعشان ننتشر على مساحة جغرافية اكبر ونحقق جودة في الحياة للمواطن كان لابد ان احنا البنية الأساسية وشبكة النقل تخدم هذه المشروعات. فالقطار الكهربائي السريع له 3 مراحل شغالين على أرض الواقع، المرحلة الأولى من العين السخنة حتى مرسى مطروح، ودي طبعا لها أهمية وجدوى اقتصادية وفنية، وعلى أرض الواقع المواطن يستطيع أن يرى حجم الإنشاءات وحجم معدلات التنفيذ والإنجاز التي تتم في الطبيعة، من جسور، من كباري، من أنفاق، من تجهيز المسار. يعني أنا عايز أقول برضو أن الاستثمارات بتاعة القطار الكهربائي السريع جزء كبير منها كان له دور في إنعاش الاقتصاد المصري والشركات المصرية الوطنية العامة والخاصة، لأن مش كل الاستثمارات والتكلفة راحة للجانب السيمنس أو للشركات العالمية المتآلفة للعمل في المشروع، لكن جزء منها شركات مصرية وطنية زي الجسور والكباري والأنفاق والحمايات اللي موجودة والأسوار وغيرها. علاوة على أن المرحلة الثانية من هذا القطار بتبتدي من مدينة السادس من أكتوبر، وكان مخطط لها حتى أسوان، وتم التصديق على أنها تمتد إلى مناطق أبو سنبل، وبالتالي أصبح عندي غرب النيل قطار كهربائي سريع كما أشرت حضرتك بسرعة للركاب تصل إلى 230 كيلومتر في الساعة. ده هيكون ليه مردود على سرعة تنقل المواطنين، وبالتالي تيسير الحركة. ده هيكون ليه مردود على الحد من الاختناقات، مع الزيادة السكانية الطلب على النقل بيزيد، فهيبقى عندي عرض جيد من وسائل النقل اللي موجودة، بالإضافة للبضائع، ودي نقطة لابد ان احنا نفرد لها مساحة شوية، لان النهاردة انا القطار ده هيبقى برضو فيه خطوط لنقل البضائع على هذه الشبكة، فنستطيع من المواني المصرية أننا أنقل الحاويات أوديها إلى مناطق مواني جافة بالقرب من المناطق الصناعية، على سبيل المثال مناطق أكتوبر والسادات والعشر من رمضان وغيرها من المناطق اللي أنا ممكن أقدر أن أنا أسهل صناعات القيمة المضافة، وأقدر أنقل من وإلى المواني البحرية المصرية بضائع باستخدام السكة الحديد، وده ليه مردود أيضا على تخفيف الحمولات الزيادة على شبكة النقل البري. كلنا عارفين أن في مشكلة في الحمولات الزيادة من معدلات حوادث أو من استهلاك للرصف بشكل أعلى، فالنهاردة لما يبقى في عندي نقل بالسكة الحديد هيبقى في عندي اتزان في وسائل النقل اللي موجودة، هيدخل شريك للنقل البري وليس يعني منافس لها، وده هيكون لي مردود أيضا جيد على وسائل النقل. الخط الثالث هيربط مناطق البحر الأحمر أو المرحلة الثالثة البحر الأحمر اللي هو هنا الأقصر سفاجة الغردقة، وده هيكون لي مردود على توطيد ربط الوادي بمناطق البحر الأحمر، وخصوصا في بعض عايز أقول صناعة السياحة هناك. الناس اللي بتيجي للسياحة في البحر الأحمر بتحتاج أنها تروح تشوف المناطق الأثرية في الأقصر، فده هيبقى أمر سهل جدا بالقطار الكهربائي السريع أنه يصل إلى المناطق الأثرية، ويبقى رحلة مش هتستغرق وقت عشان يصل إلى المناطق، ويبقى هو شاف المناطق الأثرية وفي نفس الوقت استمتع بوجوده في منطقة البحر الأحمر. طيب مسألة الوقت، مدة الرحلة، يعني المواطن ممكن يطلع من محافظة إيه يروح لمحافظة إيه مثلا في وقت قد إيه؟ يعني لو تحدثنا عن سرعة بنتكلم على 230 كيلومتر في الساعة، فحضرتك لما تتحدث عن من هنا لأسوان لو بنتكلم على 800 كيلو،
فبنتكلم على 4 ساعات او اقل كمان ممكن ان حضرتك تكون. طبعا ده رقم يعني بنحلم بيه كنا من فتره طويله وسنجده على ارض الواقع قريبا كمان عشان تروح من غرب الجمهوريه في مناطق مطروح الى مناطق الاسكندريه او مناطق حتى العين السخنه بسرعه 230 كيلو متر في الساعه. ده هيكون ليه مردود على تقليل زمن الرحله، وفي نفس الوقت الهدف مش بس تقليل زمن الرحلة لكن كمان إعمار المناطق، لأن النقل بيبقى هو شريان للحياة في المناطق اللي بيمر بيها. يعني لما بيمر مشروع للقطار أو مشروع لإنشاء طريق أو خلافه في منطقة غير مأهولة بتلاقي إن على إثر هذا المشروع بيتم تعمير المنطقة وبيتم إنشاء مجتمعات مستدامة يعني لها سبل البقاء، وبالتالي هو له أكتر من هدف، منها دعم مشروعات تنمية عمرانية وصناعية وسياحية، وفي نفس الوقت أنا بقلل زمن الرحلة كما أشرت حضرتك، وفي نفس الوقت كمان المردود البيئي، وده نقطة مهمة. ويمكن المستشار الألماني في الكلمات المتبادلة في أثناء توقيع الاتفاق اللي شاهدوا فخامة الرئيس كان عندنا تركيز، لأن الموضوع البيئي ده مهم جدا مع استضافة مصر كمان لقمة المناخ إن شاء الله قريبا، إن أنت مش هيبقى عندك انبعاثات غازية، مش هيبقى في عندك تلوث للبيئة نتيجة إن ده طاقة خضراء أو جر كهربائي، مفيش تلوث، مفيش نويز كمان، لأن الضوضاء اللي بتنتج من الجر الديزل بيكون أعلى من الجر الكهربائي، وبالتالي كل هذه الأمور لها اعتبارات بيئية تؤخذ في الاعتبار إن شاء الله، وهتكون نقلة نوعية وحضارية لمصر، وهتساعد في أن أنا أربط مفاصل الدولة ببعضها، وأن أنا أعظم دور السكة الحديد في نقل البضائع، وهيدخل الجر الكهربائي شريك لسكك حديد مصر الحالية. إحنا لم نوقف التطوير، الدولة ووزارة النقل شغالة ومعالي الفريق شغالين في تطوير كل مرافق النقل بما فيها شبكات السكة الحديد القائمة أو القطار الكهربائي بمشروعاته التلاتة أو مشروع الـ LRT. بالإضافة كمان لا نغفل داخل المدن زي مترو الأنفاق ومترو اسكندرية، برضو شغالين، ده كله جر كهربائي، وده بيساهم في المناطق المكتظة والمدن المكتظة بالسكان، المترو بيكون هو الحل الفعال فيها، وبالتالي احنا عندنا مشروعات للمترو سواء في القاهرة استكمال الخط التالت أو عندنا كمان الخط الرابع، يمكن تحويلاته المرورية بدأت خلاص أو اشتغلت في محافظة الجيزة وفي شارع الهرم. اسكندرية برضو عندنا مترو اسكندرية تم البدء على أرض الواقع في تنفيذ هذا المشروع العملاق تحت رعاية وزارة النقل. عندنا كثير من المشروعات اللي الدولة بتشتغل فيها، لا ننسى أيضا مشروعات المونوريل، مشروعي المونوريل اللي هو اتفضلي بالظبط. حضرتك بقى قلت حاجة مهمة جدا، دلوقتي ممكن مواطن يسأل طب ما احنا عندنا المونوريل وعندنا المترو الأنفاق وعندنا عملنا على الدائري الـ BRT هيشتغل على الدائري ان شاء الله، يعني ليه عملنا بقى الـ LRT؟ يعني ممكن ده سؤال ممكن يسأله، ليه المشاريع دي كلها بموازية مع بعض؟ هرد بشكل بسيط جدا، هو داخل جسم الإنسان في دورة دموية، الدورة الدموية دي فيها شرايين كبيرة وفيها شعيرات دموية صغيرة، وكل واحدة منهم ليها دورها اللي بتقوم بيه. شبكات النقل نفس الكلام، ولا بد أن تتكامل شبكات النقل فيما بينها من خلال المحطات التبادلية كما أشرت حضرتك، محطة زي عدلي منصور وغيرها من المحطات التبادلية اللي يستطيع مستخدم وسائل النقل إن هو ينتقل من قطار إلى LRT أو إلى مترو أنفاق من خلال هذه المحطات التبادلية. ليس ذلك وفقط، ولكن أستطيع كمان أن أنا أنتقل من السكك الحديدية العادية اللي كلنا نعرفها على مدار عقود من الزمن إلى المشروعات الجديدة اللي هي بتشتغل بالجر الكهربائي أيضا من خلال محطات تبادلية. يبقى إذن لابد أن يكون عندي شبكة متكاملة لكل عنصر في الشبكة وظيفة من حيث السرعات ومن حيث الطاقة الاستيعابية ومن حيث مسافات النقل اللي بيتحرك بيها، يعني كل واحد ليه وظيفة مختلفة. لما نتكلم عن المونوريل ده داخل المدن، يعني هو بيربط العاصمة الإدارية الجديدة بتجمعات شرق القاهرة بمناطق مدينة نصر، لما نتكلم عن أكتوبر هنلاقي بيربط أكتوبر بزايد بمناطق محافظة الجيزة، إنما ما هوش لمسافات ما بين المدن، ما هوش انترسيتي، لكن هو داخل المدينة بيؤدي غرض وبيحل، وهيكون للمونوريل دور كبير جدا لأن هو كله قطار كهربائي معلق بيتحرك فوق الأرض، وبالتالي ما فيش توقفات، في تقاطعات،
مفيش تأثير للزحام المروري، برضو صديق للبيئة لأن الجر كهربائي، مفيش نويز، مفيش كل التلوث اللي كان موجود من الوسائل السطحية. حتى وسائل النقل العام الحافلات والميني باص بدأت دلوقتي تتحول لي على الأقل للغاز الطبيعي عشان نقلل من التلوث الناتج من الوقود الديزل وخلافه. ده كله هيكون ليه مردود على تحسين جودة البيئة والحياة في مصر ويقلل الانبعاثات الغازية، وده هيكون ليه دوره على تقليل تأثير الاحتباس الحراري، وده مترابط مع قمة المناخ اللي بنتكلم. طيب دكتور حسن، مسارات الـ LRT دي هتكون عاملة ازاي؟ احنا عندنا الـ LRT عندنا بيربط العاصمة الإدارية الجديدة بتجمعات شرق القاهرة، وبيمر أيضا بمناطق مدينة السلام والعاشر من رمضان، وفي محطة تبادلية في عدل منصور يستطيع مستقل الـ LRT ان هو ينتقل إلى مترو الأنفاق من خلال هذه المحطة التبادلية. وهذه المحطة التبادلية فيها كمان خدمة مكوكية للمطار، يعني أنا لو بستخدم الـ LRT أقدر أنزل في المحطة التبادلية وأخذ الحافلات الخدمة المكوكية. أنا كنت أقصد الطرق اللي هيستخدموها عشان يمشي منها القطار، هل هيتعمل له قطبان زي قطبان السكة الحديدية؟ هل هيطلع مثلا الـ LRT هو قطار قطار عادي جدا قطار يقدر يمشي قطبان وفلنكات ومسار، بس هو يعني كلمة لايت ريل أو هو حجمه ووزنه مقارنة وأبعاده أقل من القطار التقليدي، وبالتالي بيقولوا عليه قطار الكهربائي الخفيف. لكنه يقدر يمشي على قطبان السكة الحديد اللي هي العادية بتاعتنا دي عادي جدا، وبيتحرك بنظم تحكم كهربية. وطبعا نظام التحكم بقى أحدث، ما بنتكلمش على التحويلة والعامل والعنصر البشري، الكلام ده بقى دلوقتي والمزلقان والحاجات دي لا خلاص، المواضيع دلوقتي ما فيش مزلقانات، كل التقاطعات اللي موجودة على شبكة السكك الحديدية الجديدة محلولة بكباري وأنفاق، ما فيش موضوع أن أنا أقف عشان يبقى في عامل مزلقان كما كان يحدث سابقا. يعني أوكي. إيه السلبيات اللي احنا بقى بنبطلها مع وجود شبكة مواصلات عالمية؟ السلبيات هو يعني اللي موجود دلوقتي ان انا عندي وسائل نقل عام وجماعي، بنحاول ان احنا نرفع من مستوى هذه الوسائل حتى نرتقي بدرجة الامان اللي موجودة ونحقق اعلى خدمة للمواطن. فلما نتكلم مثلا على البي ار تي اللي هيشتغل اللي هي حافلات النقل السريع اللي هتكون بديل للميكروباص على الطريق الدائري، هي بتشتغل بنظام الجر الكهربائي، يعني معناها برضو هتكون تأثيرها على البيئة صديقة للبيئة مختلفة عن الجر التقليدي، بالإضافة إلى أن هيكون مطبق عليها نظم النقل الذكي، بمعنى أن زي ما بتشوفي في بعض الوسائل المواصلات أن من خلال تليفون السمارت فون أقدر أعرف الأوتوبيس موجود فين أو جاي إمتى أو المسار بتاع الرحلة وتتبعه. فوجود تكنولوجيا المعلومات والنقل الذكي، نتكلم عن عصر جديد طبعًا تماماً طبعًا في حركة التنقل، وده هيكون ليه مردود أن أنا أقدر أخطط الرحلة بتاعتي وأنا قاعد من الموبايل أو من اللابتوب، أقدر أقول أنا جاي من أسوان رايح كذا، هركب إيه وهغير فين والساعة كام. ده عظيم جدا، بس خلينا متفقين بالنسبه للاتوبيسات اللي هتكون على الدائري مش كل الناس تقدر تتعامل على الابلكيشن او على التطبيقات، فاعتقد ان ده بيتطلب زمن تقاطر سريع. هو زمن التقاطر ليه علاقه بالطلب على النقل، يعني لما يكون عندي عدد كبير من المواطنين محتاجين ان هم يتنقلوا في فتره زمنيه قليله، فانا لازم ازود عدد الحافلات ويبقى المسافه ما بين كل حافله والتانيه. ده هيتعرف من التجربه فتره زمن، لا مش من التجربه، بدراسات، فما فيش حاجه متروكه للتجربه، هناك دراسه للطلب على النقل اللي بتحدد بناء عليها من مثلا من الساعة 7 الصبح ل 10 انا هيبقى زمن التقاطر كام دقيقة، الفترة الاوت اوف بيك في ساعة اسمها الراش اور اللي هو لازم يبقى التقاطر متسارع ويبقى الزمن ما بين كل حافلة والتانية قليل، ولو بره ساعات الذروة، ودي بنعهدها حتى في الدول الأوروبية، بتلاقي مترو الأنفاق بالليل بعد الساعة 10 ولا حاجة تلاقي كل ربع ساعة أو تلت ساعة مترو مزبوط. لكن في فترة الذروة ممكن يبقى كل دقيقة ونص أو كل دقيقة، ليه؟ لأن أنت عندك طلب على النقل عدد كبير لازم تنقله، بالإضافة لأن محطات البي آر تي هيبقى كمان لاستخدامهم للتكنولوجيا محدودة، هيبقى في شاشات موجودة وبتعرف الحافلة دي موجودة فين وجاية إمتى في المحطات. والكلام ده كله في المحطات طبعا، ودي كنا بنعهدها، حتى كنا بنتمنى واحنا بندرس، انا درست في فيينا يعني، فكنت بتمنى ان انا اشوف الكلام ده في مصر، فالحمد لله خدنا التكنولوجيا من حيث انتهت، ما بدأناش يعني من التكنولوجيا القديمة، لا احنا كل نقل التكنولوجيا وتطبيقات النقل الذكي. هو الـ LRT ده بالفعل موجود في دول اوروبا، يعني اللي سافر قبل كده يعرف انه الـ LRT والمونوريل كمان موجود، انا ركبت المونوريل في ماليزيا وفي بانكوك وفي ماليزيا مثلا من مطار كوالالمبور للداون تاون بالمونوريل ياخد 35 دقيقة،
بالباص العادي ياخد ساعة وشوية. ليه؟ لأن كوالالمبور زحمة، فلما تركبي وسائل نقل سطحية بتقفي في تقاطعات، بتقفي في ازدحامات، إنما المونوريل معلق ما بيقفش غير في المحطات بتاعته، ما فيش إشارة هتوقفه، ما فيش زحمة، وبالتالي الموضوع بيبقى أسهل. والمحطات بتاعت المونوريل هتكون محطات علوية لكن مزودة بإسكليترز وسلالم متحركة ومصاعد كهربائية، وبالتالي هيكون في سهولة للوصول ليها، والتعامل معها كمان هيكون يعني أعتقد مرغوب بالنسبة للمواطن، خصوصا في المدن الجديدة. لأن أنا زي ما قلت لحضرتك النهاردة، لما نقول لمستثمر أو لطالب أو لحد روح اسكن في مدينة جديدة، أول حاجة بيسأل في خدمات إيه وهروح إزاي. فالدولة شغالة كويس جدا على توفير وسائل النقل والبنية الأساسية، وسائل النقل مختلفة مش بس المونوريل، لأن احنا كمان لو بنتكلم على العاصمة الإدارية الجديدة، ما احنا عملنا توسعة في المحاور اللي مؤدية للعاصمة الإدارية الجديدة، وطورنا مناطق كثيرة، مصر الجديدة ومدينة نصر والمحاور اللي تم إنشائها دي بتخدم المدن الجديدة بشكل عام. بالفعل وفر وقت كبير قوي لينا احنا كمواطنين واحنا رايحين من مكان من وإلى مكان، يعني علشان كمان نقدر نقلل من الزحام ونشجع الناس انها تطلع بره الوادي الضيق وتنتشر على مساحة جغرافية اكبر، فيكون في جودة في الحياة وفرص عمل. لأن التوسع الرأسي احنا جربناه في العقود الماضية كان بيؤدي إلى مشاكل كثيرة، فالنهاردة في التعليم مثلا وكثافات الفصول وفي المستشفيات، ولما انتشر على مساحة جغرافية كل منطقة فيها خدماتها وفيها مدارسها وفيها مستشفياتها وفيها فرص العمل بتاعتها، فده طبعا هيكون أفضل. وإحنا بنشوف على أرض الواقع، يعني لما بنزور مدينة جديدة أو منطقة بنلاقي كل شوية في جديد بيتم على الأرض. ومشروعات النقل هي خدمة بتقدمها الدولة من خلال توفير قطاعات مختلفة ووسائط مختلفة للنقل داخل وخارج المدن، وأعتقد أن المواطن بيشهد طفرات كبيرة وإن شاء الله القادم يكون أفضل بكل تأكيد. طيب وحضرتك بتتكلم عن تطوير كل وسائل النقل، ذكرت نقطة مهمة جدا وهي مسألة نقل البضايع عن طريق السكة الحديدية عشان نقلل الضغط على الطرق وتكون الطرق جيدة، ونقلل الحمولات على الطرق، تقلل الحمولات فتقلل الضغط، فنقدر نستمتع بالطرق لفترة أطول من غير صحيح. ما تبوظ. احنا بنشوف النقل بيعمل ايه في صحيح. الطرق، لكن احنا عندنا توجه من الدولة في بعض الطرق اللي بيكون فيها سفر ان هي تكون خرسانية. شوف، هو لما بتيجي تحل مشكلة بتحلها ببرنامج زمني، انت ما كنتش تقدر تقول انا هتعامل مع الطريق برصف تقليدي اللي هو الرصف الاسفلتي من غير ما تكون جاهز بالبديل. البديل هو النقل بالسكه الحديد، سواء السكه الحديد الحاليه اللي طورناها او مشروعات النقل السكك الجديد زي القطار الكهربائي السريع. فعلشان ده يتم كان لابد ان انا احل حل مرحلي علشان اقدر استوعب، لان انت ما تقدرش، هو القانون بيجرم الحمولات الزياده، لكن انت عشان تطبق ده على ارض الواقع لازم يكون عندك البديل. صح، ما انت عشان تمنع الناس انها تشيل حمول، خلي بالك اسطول النقل البري الموجود لا يفي بحجم المنقولات او البضائع اللي بتنقل. يعني في ناس كانت بتتخيل ان السواق اللي بيشيل بضاعه زياده على العربيه ده شيء من الجشع، لكن هو ليه علاقه كمان بحجم الاسطول اللي موجود. يعني لما يبقى الأسطول اللي عندي، وطبعا ليه علاقة بالتكلفة وزيادة أسعار الوقود وحاجات كثيرة أخرى. فالحل اللي تم أن أنا بحاول أعمل في الطرق والمحاور اللي تم تطويرها أو المحاور الجديدة أن أنا بعمل مسارات منفصلة للنقل الثقيل، وهذه المسارات بتكون من الرصف فائق المقاومة أو عالي المقاومة اللي هو الرصف الخرساني، وبنفصل حركة النقل عن حركة العربيات الصغيرة لتأمين حركة المرور، علشان خاطر يبقى عندي معايير سلامة مرورية أعلى، ونقلل من البوتنشال فور أكسيدنت أو احتمالية وجود حوادث على هذه الطرق. ده يرفع كمان مؤشر جودة الطرق. خليني أقول إن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مش كلام مرسل، قالت إن المشروع القومي للطرق وتطوير المحاور ساهم في خفض معدلات الحوادث بنسب تتراوح من 25-40%، وهذا الرقم منطقي مع ما تشهده شبكة الطرق من تطوير وإنشاء محاور جديدة في إطار المشروع القومي للطرق. على نفس في نفس الوقت الدولة شغالة، ما كانتش مستنية لما تطور الطرق وبعدين تبدأ سكة حديدة، الموضوع مش كده. ده في مشروع قومي الدولة ووزارة النقل ومع الفريق شغالين عليه، والقيادة السياسية بتؤاذر وتساند قطاع النقل إيمانا من الدولة بأن قطاع النقل داعم لمشروعات التنمية. صحيح. ما أنت بتطمح أن أنت تعمل مشروعات تنموية على مستوى الجمهورية بالكامل،
لازم الطموح دون على أرض الواقع يكون بيدعموا بنية أساسية قوية. احنا بالفعل يعني حضرتك قلت لنا انه مش بس في طفرة النهاردة، لا احنا النهاردة شايفين عصر جديد تماما في عالم جمهورية جديدة فعلا، جمهورية جديدة بالفعل في عالم، مش بس سكك الحديد، في الطرق، في كل حاجة، وده انعكس علينا احنا كمواطنين ايجابيا. حضرتك جاوبتنا على اسئلة كثيرة جدا، منها يمكن اهم سؤال هو المشاريع دي كلها بالتوازي مع بعض بتقدم لنا احنا ايه كمواطنين. صحيح. كل الشكر ليك دكتور حسن شكرا. مهدي استاذ هندسة النقل والطرق بجامعة عين شمس، نورتنا، متشكرين على الشرح التفصيلي ده. شكرا لحضراتكم. شكرا يا فندم. شكرا. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل باقي فقرات. مرحب بحضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نروح لجامعة سوهاج وهنتابع مع بعض أجواء انطلاق امتحانات الترم الثاني والإجراءات اللي قامت بيها الجامعة لتنظيم عملية الامتحان. معانا زميلنا محمد رفعت، تفضل يا محمد. صباح الخير يا بسنت، وصباح الخير على مشاهدينا الكرام. إذن هي امتحانات الفصل الدراسي الثاني هنا في جامعة سوهاج والتي انطلقت اليوم وسط استعدادات وتدابير عديدة اتخذتها الجامعة لضمان سلامة سير العملية الامتحانية منذ اليوم الأول. لدينا في سوهاج أكثر من 63 ألف طالب ينتظموا اليوم في الامتحانات، موزعين على 17 كلية بالإضافة إلى معهد للتمريض. إجراءات عديدة اتخذتها الجامعة لنتعرف عليها بشكل مفصل مع الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج. أهلا بحضرتك يا دكتور، ولو تكلمنا النهاردة عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني هنا في جامعة سوهاج، أهم الاستعدادات والتدابير اللي اتخذتها الجامعة لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه برحب بيكم، برحب بقناتنا الجميله القناه الاولى الفضائيه المصريه، برحب بالاستاذه بسنت، استاذ محمد الشاذلي. الحقيقه جامعه سوهاج النهارده بدا فيها ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للامتحانات التحريريه، حيث انتهينا من الامتحانات العمليه التي بدات في منتصف مايو بالتحديد وانتهت في 30 من مايو في ضوء التوجيهات الصادره من معالي الوزير الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على وزاره الصحه. الحقيقه جامعه سوهاج وضعت جداول امتحانيه تتوفر فيها كل الاجراءات الاحترازيه، ووضعنا جداول وزعنا فيها الكليات عاليه الكثافه بعيدا عن بعضها في امتحانات تتابعيه. بنجري الامتحانات على فترتين، الفتره الاولى بتبدا في 9 صباحا والفتره الثانيه بتبدا في 1 من بعد الظهر، ده لتوزيع ابنائنا الطلاب عشان نلتزم ان كل لجنه امتحانيه الحد الاقصى ليها 25 طالب، البعد بين الطالب والطالب على الاقل مسافه متر في كل اتجاه. كل الطلاب بيرتدوا كمامات، كل الطلاب معاهم كارت التطعيم ضد فيروس كورونا. الحقيقه احنا خلال هذه العمليه كل كليات الجامعه موزعه الى جزئين، جزء القطاع الطبي يشمل كليه الطب والتمريض والصيدله والمعهد الفني للتمريض والطب البيطري، كلهم بيؤدوا الامتحانات من خلال مركز الامتحانات الالكترونيه واللي بيحتوي حاليا على 650 جهاز كمبيوتر باستخدام نظام الحاسوب، والنتيجه بتطلع فورا على الشاشه كل طالب في نهايه الامتحان. بقيه الكليات ال 13 اللي بتادي الامتحان زي ما احنا شايفين في الاماكن الطلقه الواسعه في الهواء الطلق، الحقيقه كل الامتحانات دي مميكنه، الطالب بيستخدم نظام البابل شيت في الاجابه على الاسئله، وبيتم التصحيح من خلال ماكينات تصحيح منظومه البابل شيت. دكتور مصطفى، يمكن يعني سوهاج بيها عدد كبير من الطلاب، نتحدث هنا عن اكثر من 63 الف طالب، كان مهم يعني توزيع الطلبة بشكل يسمح بالتباعد وبشكل يسمح يعني عدم تفشي ربما فيروس كورونا أو غيره. يمكن حضرتك أشرت إلى جزئية مهمة بنهتم بها جدا، يعني عندنا 4 كليات عالية الكثافة، كلية التربية والآداب والحقوق والتجارة، الجداول الامتحانية محطوطة بحيث كليتي الآداب والتربية يتبادل الأماكن معا لا يجتمع في وقت واحد، أيضا كليتي الحقوق والتجارة يتبادل الأماكن لا يجتمع أيضا في، ده حفاظا على انخفاض الكثافة الطلابية في حرم الجامعي، وأن يكون الحد الأقصى داخل كل لجنة امتحانية 25 طالب. يعني فرد الامتحانات على حتى يوم الجمعة في جداول امتحانية في فترتين يوميا على 5 أسابيع، بداية من الأول من يونيو اليوم حتى 7 يوليو على مدى 5 أسابيع متتالية. ده إدانا فرصة إن احنا نفرد الجداول الامتحانية ونعمل على تخفيض الكثافة الطلابية داخل الحرم الجامعي أثناء أداء الامتحانات. ده مهم قوي عشان الإجراءات الاحترازية لأبنائنا إن شاء الله. دكتور مصطفى، يمكن الجامعة
عليها دور مهم ايضا في عمليه نقل الطلاب سواء من المدينه الجامعيه او من مدينه سوهاج الام الى مدينه سوهاج الجديده او بالتحديد الى الجامعه الجديده هنا. ماذا عن هذا الاستعداد؟ يمكن في هذا الصدد انا بشكر كثيرا معالي الوزير الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار اللي ادانا فرصه في العام الدراسي الماضي ان يبقى عندنا اسطول لنقل الطلاب. احنا عندنا اسطول من الاتوبيسات المكيفه تم شراؤه من خلال الموارد الذاتيه لجامعه سوهاج يعني رقم حوالي زاد عن 20 مليون. احنا بنبدا في عمليتنا كل يوم من السادسه صباحا زملائنا السواقين والفنيين ومسؤول التشغيل الاتوبيسات بتبقى موجوده امام المدن الجامعيه وامام المقر القديم. مش الطلاب فقط, احنا بننقل الطلاب وبننقل اعضاء هيئه التدريس المشاركين في الاشراف على العمليه الامتحانيه, بننقل زمايلنا من افراد الجهاز الاداري المشاركين في عمليه الملاحظات داخل اللجان, وبتبقى الدورات مكثفه من السادسه صباحا. نستمر في النقل من المدينه القديمه الى المقر الجديد حتى التاسعه والنصف, وكده بدات عمليات الامتحانات كلها. بنبدا ننقل دولة تاني للمقر القديم بعد انتهاء اللجنه الاولى في تمام الساعه 11:30 وتنتهي في الثانيه 10, وننقل الموجه الثانيه اللي هتبدا لجانهم الساعه 1 مباشره علشان وفي نهايه اليوم خالص بعد الفترتين بننقل عوده الموجه الثانيه, بنبدا النقل من الساعه 3 وبننتهي في الساعه 5. دكتور مصطفى, يمكن قبل التسجيل كنت بتكلمني عن التقييم الالكتروني للطلبه واهتمام جامعه سوهاج بهذا الشان العام القادم. حضرتك بتقول ان 100% من امتحانات الجامعه هتكون الكترونيه, ماذا عن هذا الشان وازاي استعادت الجامعه لهذه الامتحانات؟ مره ثالثه بشكر معالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار كان في المجلس الاعلى للجامعات الاخير واللي احتضنت وجامعه بنها من خلال مقرها في مدينه العبور. تم توزيع الاستحقاقات للجامعات المصريه. احنا الاستحقاق الاول لمقر الامتحانات الالكترونيه جامعه سوهاج كان نصيبها منه 630 جهاز, الان بيأدي عليها كل ابناء القطاع الطبي امتحاناتهم. مع بداية العام الدراسي القادم إن شاء الله هيصلنا 4000 جهاز في نهاية شهر يونيو القادم و1500 جهاز في شهر سبتمبر. ده استحقاق تاني للجامعة 5500 جهاز. ال 4000 جهاز أعدنا لهم مقر هنا في المقر الجديد مكون من مبنى من دور أرضي وأربع أدوار علوية, هيستوعب ال 4000 جهاز. بنعد لهم البنية التحتية الآن. وأيضا في المقر القديم عدينا مقر الاستيعاب ال 1500 جهاز عشان يبقى أبناء القطاع الطبي بيأدوا امتحاناتهم كاملة في المقر القديم, وباقي الكليات مع بداية العام الدراسي القادم هيأدوا كل امتحاناتهم الرقمية على مركز الامتحانات الرقمية. هيبقى وداعا للكنترولات, وداعا للطباعة, وداعا للأحبار, وداعا حتى يعني ما بنعوز حتى لجان إشراف, لأن الامتحانات الإلكترونية كل طالب بيبقى قاعد على جهاز الامتحان اللي جنبه على يمينه وعلى شماله, مختلف تماما المحتوى بتاعه عن الطالب نفسه, وبالتالي ما فيش فرصة للغش, ما فيش لجان تظلمات, ما فيش حاجة اسمها تسريب امتحانات ولا حاجة. الطالب بيفتح الامتحان بنفسه وبيغلق الامتحان, بتطلع له النتيجة على الشاشة فورا وهو قاعد داخل مقر الامتحان. دكتور مصطفى, كنت بتتكلم عن محاذير للعملية الانتخابية الامتحانية عفوا داخل اللجان فيما يخص الطلاب, وأيضا هناك تعليمات كانت لوضع الأسئلة الامتحانية, لو تكلمنا عن هذا الشأن. يعني يمكن في آخر مجلس جامعة عقد السادة العمداء كانوا معانا والتزمنا جميعا واتفقنا على أن نلتزم بما تم شرحه للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني واللي كان مدته 16 أسبوع, وده تم بالفعل في الامتحانات العملية التزام كامل بما وضع في المنهج وتم شرحه للطلاب. أيضا في الامتحانات النظرية اللي هتبدأ النهاردة أو بدأنا فيها فعلا النهارده, اي اسئله جايه من ما تم شرحه للطلاب بنلتزم بعدد الاسئله يتسق مع الوقت الممنوح للطالب لاداء الاجابه. بنلتزم ان احنا يعني نصحح بدري, ما ننتظرش لغايه نهايه الامتحانات. المقرر اللي هيخلص النهارده هيخش على البابل شيت ماشين النهارده ويتصحح ويترصد في الكنترول علشان بعد نهايه الامتحان مباشره لاي كليه بنعلن النتيجه في الاسبوع الاول بعد نهايه الامتحان. يمكن احنا شايفين على بعد امتار من هذا المكان هناك تمركز طبي تابع للجامعه, لو تكلمنا عن دوره داخل بقى اللجان ايه؟ ضمن التنسيق اجتماعنا من الاداره العامه للشؤون الطبيه, عندنا 34 طبيب وطبيبه وعندنا جهاز تمريضي. الجهاز التمريضي واقف على ابواب مقرات الجامعه بالكواشف الحراريه بيتاكد ان كل ابنائنا الطلاب وهم داخلين بحرارتهم طبيعيه, ما فيش اي حاجه, كل الناس لابسه الكمامه, كل الناس معاها كارت التطعيم. في داخل المقرات كل الاطباء منتشرين في اللجان ان شاء الله, يعني تعدي الامور سليمه. لكن اي حد من ابنائنا بيشكو من اي اعراض الطبيب موجود ويتعامل مع الحاله فورا ويقيمها, وكل الاحتمالات موجوده عندنا في سيارات اسعاف متمركزه في المقر الجديد وفي المقر القديم. المستشفيات الجامعيه عندها فكره, المدير التنفيذي مجهز نفسه باماكن لعلاج الطلاب لا سمح الله لو في حاجه لذلك, بننقل الطالب فورا لمقر المستشفى الجامعي. شكرا جدا يا فندم, بشكر حضرتك, بشكر التلفزيون المصري في ظل الجمهوريه الجديده. شكرا جدا, شكرا يا فندم. إذن بس أنت هكذا كانت أصلاً.
الصورة هنا في جامعة سوهاج، هناك استعدادات وتدابير عديدة اتخذتها الجامعة لضمان سير العملية الامتحانية في سهولة ويسر. إليكم الكلمة. كل الشكر ليك يا محمد ولضيفك الكريم، وبالتوفيق للطلبة واللي جاي في جامعة سوهاج. هنروح مع حضراتكم الموضوع تاني. رجعنا تاني لموسم الحج بعد توقف لسنتين بسبب كورونا، لكن المرة دي بالتأكيد في ضوابط وشروط جديدة كمان لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة، هنعرفها من الأستاذ هشام أمين عضو اللجنة العليا للحج اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير عليك يا أستاذ هشام. صباح النور أستاذ محمد. يا أهلا بيك يا فندم. عايزين نعرف إيه هي الضوابط. الضوابط يعني الموسم ده موسم استثنائي غير كل سنة. الأعداد طبعا في السعودية أقل، كان كل سنة بيبقوا حوالي 2.5 مليون، السنة دي 40% فقط من العدد، يعني حجاج السنة دي كلهم هيبقوا حوالي 1.1 مليون. إجراءات صحية كتير حاطينها، لازم الناس تبقى سافرة من هنا متطعمة التطعيم بتاع جرعتين لكورونا أو جرعة واحدة من جونسون، يكون معهم شهادة تطعيم عليها QR code، ويكون عاملين فحص صحي في احد المستشفيات الحكوميه، علشان بموجب هذا الكلام يقدر يحصل على التاشيره. في بعثه من وزاره السياحه هتبقى موجوده في اثناء الحج للوقوف ومتابعه كل الاجراءات اللي بتتم ومتابعه الحجاج في جميع تحركاتهم. طيب ايه المفروض بقى يتعمل يا فندم بالنسبه للوقع عليهم الاختيار؟ اللي وقع عليه الاختيار هتحول جديه الحجز بتاعته لشركه السياحه اللي هو متعاقد معاها، وهو يتوجه لشركه السياحه بموجب المستندات المطلوبه منه. واللي لم يصبه الحظ في القرعه السنه دي، المقدمات اللي كان دافعها او جديه الحجز دي في اليه لصرفها، كلها هتبقى من خلال احد فروع بنك مصر المنتشر في انحاء الجمهوريه. هيتوجه بموجب الرقم القومي بتاعه لاي فرع من فروع بنك مصر ويقول لهم انا والله كنت متقدم في قرعه الحج وما حصلليش شرف الفوز بالرحله، وعايز استرد المقدم بتاع جديد حجز كنت دفع، هيصرف له فورا. الكلام ده هنعلن عنه قريب جدا، اعتبارا من امتى الناس تتوجه الى فروع بنك مصر يصرفوا الفلوس اللي كانوا دافعينها. طيب جديد حاجه استاذ هشام، لو وقع عليه الاختيار زي ما قلنا لكنه هيعتذر لسبب او لاخر، لو هيعتذر لسبب او اخر الشركه اللي تقدم من خلالها هتفقد فرصه الحج ده، يعني مش هيبقى يستعاد مكان بديل من عندها، والاماكن دي كلها هترجع وزاره السياحه وهي هتعيد توزيعها بطريقه بحيث تضمن الشفافيه، بحيث كل واحد ياخد العدد بتاعه المتاح له كاعاده توزيع للاعداد دي. طب استاذ هشام، عايز اعرف من حضرتك متوسط سعر الحج السنه دي ايه، والاختلاف ما بين الشرايح ايه؟ الحج السنه دي وزاره السياحه بتنظم حج خمس نجوم وحج سياحي او اقتصادي. كان في قبل كده حج اربع نجوم وكان في حج بري، لعدد الاعداد بسيطه السنه دي جدا، كل اللي بتنظمه وزاره السياحه 9200 حج. تم الغاء مستوى الاربع نجوم والبري، واكتفينا بالمستوى الاقتصادي والخمس نجوم. تراوح السعر من 157,000 الى 177,000، ده في الخمس نجوم مستويين، وطبعا ده بدون تذكره الطيران. الفرق بين الاثنين ان ال 177,500 ده الفنادق اللي هي تعتبر صف اول على الحرم. ال 157,000 اللي هي بتبعد في حدود مسافه كيلومتر عن الحرم. كذلك في المستوى الاقتصادي في ثلاث مستويات، 82,500، 87,500، 92,500، تفرق في المسافات ومستوى
عظيم. القرب طيب. والبعد من الحرم. استاذ هشام حضرتك قلت ان احنا كنا عدد الحجاج كل سنه كان بيتجاوز ال 2 مليون، دلوقتي 40% ان هو هيبقى مليون حاج فقط، هل كل دوله بيكون ليها حصه من الحجاج وشروط بقى الحجاج؟ يعني هل في سن معين؟ هل بيشترط انه ما يكونش قام بفريضه الحج قبل كده؟ السنه دي في شروط حاططها المملكه السعوديه اللي هي اشترطت ان الحاج لا يتجاوز سنه 65 سنه. وفي شروط بتحطها كل دولة. احنا مثلا في مصر حطينا شرط ان الحج السنة دي عشان ندرة الاعداد لمن لم يسبق له الحج. كان في السنوات السابقة اللي حج ما يقدرش يحج تاني الا اذا مضى على الحج بتاعه 5 سنوات. لا، السنة دي اللي حج ما يكونش سبق له الحج اطلاقا. وبهذا السبب بيطلب من الفائز في الحج يجيب شهادة تحركات من مصلحة الجوازات عشان يفيد انه هو لم يسبق له السفر خلال فترة الحج للمملكة العربية السعودية في السنوات السابقة. عظيم يا فندم، كل الشكر لحضرتك استاذ هشام امين عضو اللجنة العليا للحج، شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوف حضراتكم بكره في نفس الميعاد ان شاء الله. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.